كاسة شاي يا ولد. شبه هذا اخونا قاعد لحاله وساكت مثل التلميذ النجيب. الظاهر تجارته بايره بهاليومين وما له عم يلاقي لتصريفه. يمكن طابص له شي طبسي لقرايط ادانه ورادينه خايب لانه دبساته مراق. والعلم عند الله، يمكن اكيد عم يحسبها وعم تطلع معه بالنهايه صفر. ايه شبه انا يا اخونا نص ال 1500. عفوا عم تحاكيني الي؟ إيه لك انا عم احاكي خيالك، شبه انا عم اقول لك نص ال 1500. وشو المناسبة؟ هيك رزالة، عندك مانع؟ يا ولد اعطيني الحساب. لا تعطي شيء، خلي الحساب علي. شو؟ لك ليش عم تمد ايدك على جيبتك؟ قلت لك خلي الحساب علي. طيب مثل ما بيقول المعلم. السلام عليكم. لوين يا مسهل؟ طالع برات القهوة. ايه عود 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 بلا دواوين. عم يقول لك المعلم عود يعني عود. كلمة المعلم ما بتصير تنتين منوب. ايه حاضر. وهي قاعدة. قلي لشوف شو وجعك؟ يعني قعدتك بالقهوة هون وراها مصيبة مرسومة رسم على وشك. قلي بقى شو وجعك؟ احكي يا استاذ، احكي وفضفض، لأنه الحكي صابوه القلوب، بيغسلها غسل وبيرجع البني آدم خفيف نظيف وكأنه تخلص من جبل راكب فوق صدره ركب. وشفشني بإذني، تجارتك بايرة شي؟ لا. عشقان ومو طيب؟ لا. الرزقة ضيقة وما عم تكفي؟ لا. إيه العمى بقلبك، شو عاطفي لك؟ يا سيدي طلقت مرتي. إيه وين المشكلة؟ عم قل لك طلقت مرتي. وبعدين شو صار؟ بس ما صار شيء. هلا مشان هيك قاعد القعده وحامل هموم الدنيا على كتافك. شو بدي اقول انا لكان؟ انا مثل ما بيعرف الجميع طلقت نسواني التنتين بليله واحده وبدون ما ينهزل لي شعره. بعتت كل وحده منهم لبيت اهلها وانا عم بدلق ورا كل وحده منهم جره مي طلياني. اذا انت طلقت نسوانك التنتين يا ابو الفوارز، ايه انا ومالكم يمين علي طلقت نسواني ثلاثه بنفس الدقيقه ورجعت كملت عشاي ونمت نوم العوافي وبدون هز. فزيت ثاني يوم الصبح من على بكره بكير على شغلي خالي البال ومرتاح الخاطر. اخي ليش لحتى تروح لبعيد؟ داعيك طلقت نسواني الاربعه بنفس اليوم وبدلتهم بطقم جديد خلينج على الحارك. حاكم محسوبكم، ما بحب الوحده بتاتا، هيك الله خلقني معشراني وبحب النسوان. اربع نسوان؟ ايه اربعه، لانه الشرع مو سامحنا باكثر من هيك، بقى مشان هيك ما بيطلع لنا اكثر من اربعه، مو هيك يا جماعه؟ ايه سيره ومفتحين، شو رايكم باللي قدر يطلق خمس نسوان طقه وحده؟ خمس نسوان؟ ايه نعم. بنفس الوقت؟ بنفس الوقت. إلا هي قصة ما بتصدق معلم. وإذا كنت أنا اللي عملت هالشي بتصدق ولا ما بتصدق؟ هو كلامك ثقة معلم، بس الشرع مو سامحنا نتجوز أكثر من أربعة، بقى كيف قدرت تطلق الخمسة دفعة واحدة؟ طب قاعود، الله بالعين ما انشاف بس بالعقل انعرف، بقى شلون زبطت معك هي القصة؟ يعني بصراحة قاعود كلامك بمخول العقل مخولي. والاستاذ ما بده يحكي؟ شو بدي احكي؟ يعني ما بدك تعلق لك شي تعليق على الموضوع؟ والله يا معلم ما بعرف شو بدي اقول، بس مثل ما قالوا الابضايات يعني القصة غريبة فعلا وما بتتصدق. بقى يا ريت تنورنا وتوضح لنا اذا ما عندك مانع كيف زبطت معك القصة. ها ها قلت لي كيف وهون حطنا الجمال. هذا يا جماعة الخير، بيوم من ذات الايام كنت قاعد بالدكان ولا على بالي ومدري شلون حسيت بحالي تعبان. قلت يا رجال انتع حالك ورجع على هالبيت وكفاها المولى برزقة هالنهار. طبقت العبي فوق بعض البعض وحطيت القصب على جنب والمخمل على الرفوف ورخيت هالغلا وقلت يا ميسر. فلك ايه؟ قومي الله يرضى عليك اغسلي ماكينة هالكبة ونشفيها قبل ما يجي ابو قاعود ويشوفها. قوام حبيبتي قوام تحركي. يتقبريني. لا تحكي لي هم، يطعمك الحج والناس راجعة. قبل شوي جليتها وخبيتها بقرنتها.
انه انا بدي افهم ليش ابو قاعد حاطط دابه ودابجرني الكبه؟ يعني شو بصير اذا فرمنا الكبه بالماكينه؟ بتخرب الدنيا؟ انا بعرف، قال طعمتها بتفرق. يو دخيلك، لا بتفرق ولا شيء، اذا اندقت بجرن الكبه ولا انفرمت بالماكينه نفس الطعمه. هلا ليش عم تقولي هالحكي بيناتنا يا ضرتي؟ قولي هالكلام بوش ابو قاعد. انت اكبرنا واقدمنا، كلامك بينزل على قلبه مثل العسل. صحيح، بس من تمك احلى يا كحلة. هلا شو بدنا باللعي والكلام يلي ما بينفد؟ يا حسرة قايله، وابو قاعد ما بياكل الكبه الا اذا كانت مدقوقه بجرن الكبه. يعني هالشغله صرنا حافظينها عن ظهر قلب، بقى ما عاد في لازمه نرجع نعيد ونفتق بالسيره. ليش مو كل مره عم نطحن الكبه بالماكينه وعم نقول له انه دقيناها بجرن الكبه؟ ايه والله صحيح. ايه معناتها ما عم يفرق الطعمه، عم ياكل بالاربعه والكف. ضرتي فلكي بخير تقبريني؟ قومي بقول لك، بدنا نحط لنا شويه برغل ولحمه بسفل الجرن حتى يتاكد ابو قاعد انه نحن عم ندق الكبه دق مو عم نساويها بالماكينه. وحاجه بقى قيموا لي هالسيره وحاجه لثلاثة يوم. بس بتعرفوا شو عم يخطر لي يا ضرايري؟ شو؟ عم يخطر لي انه بعيد الشر اذا صدفت شي مره ودري ابو قاعد انه نحن عم نطحن الكبه بالماكينه بدل ما ندقها بالجرن. قولتكم شو رح يعمل فينا وقتها؟ شو بده يعمل يعني؟ يا ستي اذا فلقت حالها بده يبطل ياكل مأكله الكبه او بده يحرد له شي جمعه زمان مثل عوايده. قولي على قامتي ان شاء الله. لك منين اجى ببالك هالبارة شيئا؟ الله لا يقدر، كش برا وبعيد. يلا يلا قومي بلا لثلاثه، قومي يلا بلا تلسه، روحي لشغلك، شوفي الفرتوكه شوفي. بعدين هو منين رح يدرى انه نحن عم نطحن بماكينه الكبه؟ اصلا هو مو عارفان انه جارتنا كوكب نقطتنا بماكينه كبه وقت نفاس رشيقه بابنه تيسير. ولك فلكي يلي بخاف من العفريت بيطلع له، ايمونا من السيره بايو، شو هاد؟ حاجه تفاولوا؟ والله صرت خاف من اكله الكبه، صرت احكي الهمه وين بدي اخبي الماكينه، وبدني بيفور وبيهمد بيفور وبيهمد وبيطلع لي لطع لطع. ايه لا تفوري ولا تهمدي ولا على بالك، نحن احسن شيء نضل من تم ساكت، على اساس الكبه دقينا بالجرن وصلى الله وبارك، لا من شاف ولا من دري. فلكي ناوليني الحشوه من عندك زكاة ايديكي. ما في عندكم غير فلكي فلكي. مو هذا جارنا ابو قاعود؟ شو بيعرفني؟ اهلا ابو قاعود. سلام عليكم. والله انك ابن حلال وابن الحلال عم ذكره ببان. ليش كنتوا عم تذكروني؟ يا سيدي نحن جايين لعندك خصوصي. ايه ميت اهلا وسهلا، انتوا بتشرفوني وبتانسوني. وهذا بيتك الصغير جار. لك يسلم البيت واصحابه. ليش واقفين هون؟ تفضلوا تفضلوا. لا معلش، نحن جايين نستعير من عندك غرض ونمشي. ايه من عيني هي قبل هي. تسلم. هذا البيت بيتك جاري. ايه كوكب، فوتي لكان انت، جيبي الماكينة وتعي، أنا باخذها منك من على الباب. ماكينة خياطة؟ لا جارنا، ماكينة الكبة. ماكينة الكبة؟ ايه أنو ماكينة هاي؟ ماكينتكم. ايه بس يا عيب الشوب منكم، نحن ما عندنا ماكينة كبة. يو، كيف ما عندكم أبو قاعود؟ ايه انا بايدي نقطت لرشيقة خانم بماكينه كبه وقت نفاسها بابنه تيسير. نقطتي رشيقة مرتي بماكينه كبه؟ ايه وان شاء الله بتتهنوا فيها. ماكينة كبة؟ شو بنجا؟ ليش هيك تغير لونك وانخبط بدنك؟ ما في شي ما في شي. تفضلوا البيت بيتكم. يلا 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 تفضلي يا اختي تفضلي. بدك تسمح لي دقيقتين جاري؟ مثل ما بتأمر. تفضل تفضل. بيت بيتك. بيت أهلا وسهلا. أهلين كوكب خانم، شرفتي. إيه جارتنا؟ قلتي للخان ماتش وطلبك؟ لا لسه.
خير كوكب خانم، شو طلبك؟ يعني أنا كنت جاية، يعني إذا ما فيها سئلة جاية استعير ماكينة الكبة تبعكم. أنو ماكينة؟ أنو ماكينة كبة؟ يو ماكينة الكبة اللي نقطت فيها رشيقة خانم وقت نفاسة بابنة تيسير. نقطيني أنا؟ تيسير؟ منو هالتيسير؟ يو اسمعوا على هالسمعة، ابنك تيسير جبنا رشيقة خانم. شو نسيتي انك ولدتي وعملتي له مباركة نفاس واجيت انا باركت لك ولساتني عروس؟ ايه شو بدك بابني تيسير هلا؟ يو انا ما عم احكي عن تيسير، انا بدي استعير منكم ماكينة الكبة عيرة وبرجع لكم اياها رأسا بعد ما خلص منها. غلطانة كوكب غلطانة، نحن لا عنا ماكينة ولا غيره، ما شفتينا كيف كنا عم كبكب الكبة اللي دقيناها بالجرن وليكو الجرن قدامك. اما قصتكم عجيبة، إذا كان عندكم ماكينة كبة فليش حتى تدقوها بالجرن ده؟ لسه بتقلي ماكينة كبة؟ غلطانة يا أختي، نحن ما عنا ماكينة كبة، نحن ما عنا غير هالجرن هاد، ولسبت إذا بدك تستعيريه من عينك يا بس. يا ترى تقدري تحملي؟ إيه؟ إذا ما بدكم تعيروني ماكينة الكبة تصطفلوا، أنا ما بقدر أغصبكم لأنه شغلة مو بالزور. يلا خاطركم. استني جارتنا فلكي، فوتي طالعي ماكينة الكبة لجارتنا كوكب. بس نحن ما في عنا ماكينة كبة. ولك بدكم تكذبوا علي أنا التاني كمان؟ ولا شو لحتى نكذب عليك؟ يعني لو في عنا ماكينة كنت شفتنا حاطين الجرن ونازلين فيه طرق سفق رقع؟ الله يسامحك يا كوكب خانم على الاستفادة. هلا اتركي لي كوكب خانم لحالة وخلي محكاكي معي أنا. وين الماكينة؟ ما عنا ماكينة. ما عنا ماكينة؟ لا ما عنا. إيه لكن روحي يا هيام وانت طالق بالثلاثة. ولي على انت عليك يا هيام، عم تطلع مشان شافت ماكينة مو حرام عليك؟ وانت عم تدافع عنها؟ وانت كمان يا بشيرة انت طالق بالثلاثة مثلها. يبعد لي حمد استقبض اللي عليك يا بشيرة، خاف ربك يا رجال، الله ما بيرضى بالظلم، خاف ربك. خاف ربي؟ وانت كمان يا رشيقة طالق بالثلاثة. ولي على قامت وقامت حظي المسخم، إذا لنسوانك اللي إلك منهم أولاد ما ارتدعت وطلقتهم، لكن أنا شو بدي يصير فيه اللي مالي لا ولد ولا تلا؟ ليش أنت نافدة؟ روحي صفي معهم. وأنت مثلهم طالق بالثلاثة. بدك تدغري أبو قعود؟ صحيح إنك رجال قاسي وما عندك قلب، يعني لا تأخذني بهالكلمة. العمى انا بحياتي ما سمعت هالسمعه، واحد بيطلق نسوانه مشان جرن او ماكينه كبه، وين صارت هي؟ ايه ما في عدل بهالدنيا. ايه وانت كمان طالقه بالثلاثه اذا بيوافق جوزك. وانا قبلت ووافقت لانه بغشمنتك كنت سبب بطلاق نسوانه الاربعه. قولي على قامتي ان شاء الله. معقول مشان جرن كبه خرب بيت خمس نسوان؟ لا اوعى تغلط يا بضاي، مو منشان جرن الكبه، منشان ماكينه الكبه يلي ضلوا لاخر دقيقه يكذبوا ويقولوا ما عندنا ماكينه منشان الكذب. فهمت بقى يا بضاي؟ ايه بيجوز، بس هي كانت كذبه بيضه، ولا تواخذني يا معلم اذا قلت لك انه عقاب هالكذبه اكبر منها بكثير. ايه حكي فاضي، الكذب ما له لون، الكذب كذب شو ما كان يكون. بس يلي حابب افهمه انه ليش حضرتك ما كان بدك مداماتك قصدي العيله يعني انه تطحن الكبه بالماكينه؟ يعني بمعلومك الماكينه اريح واخف واسهل، بقى ليش جرن الكبه؟ ها قلت لي ليش. هلا واحد مثلي عنده اربع نسوان، كل وحده منهم بتخلالها بلد، شو بيعمل لحتى يريح باله؟ لازم يخلي نسوانه على طول هلكانين وتعبانين وفنيانين من الشغل والركض، وما فيهم حيل ولا جلد للقال والقيل والأخذ والعطا والصد والرد وشد شعور بعضهم والتفكير يلي بلا طعمه. إيه لكان بقى جرن الكبة هو الدواء، كل يوم بيعملوا لي كبة كل يوم وبينزلوا دق بهالجرن، ومعلومك دق الجرن بهد المفاصل وبيتعب العصب وبيصرع الراس وبده قوة جبارة. بيقوموا هن بفشوا خلقهم بالدق والخبط والسفق والرقع، وانا بريح بالي من السق والناق وخناقاتهم بخلقتي كل يوم. والله هي هالفكره جهنميه يا ابو قعود وما بتخطر ببال حدا،
بالاذن يا جماعه. لوين يا هوين؟ رايح صالح المره ورجعها، بس قبل كل شيء نازل اشتري لها جرن كبه بخاطركم. أولاد أولاد تفضل جارنا يا أهلي وسهلي ومرحبتين. الله يسلمك يا عزيزي. أهلا وسهلا وسهلا يا ميت مرحبا حبيبي. مرحبا شارنا. أهلا وسهلا يا جارتنا، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. أهلين وسهلين ومرحبتين. طمني عنا، شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله لك ابني، من رضي عاش. إي والله. أنت شلونك؟ شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ لساتك عم تحضر للسفر ولا؟ لا 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 هلا عم حضر. يعني ناوية من كل ولسبت؟ ناوية من خير إن شاء الله خير. اللهم يجعل التوفيق حليفك والسلامة نصيبك. شو تشرب حبيبي؟ لا 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 سيد شهاب يا عفاف عفاف. لك يا جارنا والله ما في داعي لاني مستعجل. ولك ابني ليش بصلتك محروقة دائما أنت؟ اتكل على الله وهدي اللعبة شوية. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، وفق هذا الإنسان واجعله سعيدا في حله وترحاله، ولا تتوه له رأيا واجعله مصيبا في قوله وأفعاله يا رب. إيه سيدي ما قلت لي أنت ليش مستعجل بقى؟ والله يا عمي أبو عزيز مسبوق بالوقت شوي، بدي انزل اشتري شوية أغراض، بتعرف يعني موضوع السفر، مشان هيك في حديث صغير حاب أحكي بيني وبينك. تكرم عينك ولو سيد جهاد، صدري مفتوح إلك ووقتي كله على حسابك، بس ما بعرف والله مو حلوة هيك من ضيفك شي يا عفاف. عفافو يا عفاف. جارنا ما في داعي ما في داعي، بيتك عامل. لا ما بصير ولو يخلي لياك سيد راسي الموضوع طبعا. ما في مثل ما بتعرف أنا رجال مقطوع من شجرة ومالي حدا بهالدنيا غير أخي اللي عايش بكندا. لك حلي عني ما في مجال ما في لك ما كنا نخلص أنت وياها يا عم. شو عليكم؟ لا تأخذنا جار مشان الله، كمل حديثك حبيبي كمل. المهم جار مثل ما بتعرف أنا مقطوع من شجرة وأخي الوحيد عايش بكندا، فقلت لحالي يعني إذا ما فيها سئلة بركضاً بعطيك مفتاح البيت بتشق عليه، منه بتصقيلي الزريعة ومنه بتطعميلي الببغاء إذا ما فيها لبكها. ولو جار اسمعوا على الحكي اسمعوا. شو إزعاج ما إزعاج، ميت طلب مثل هالطلب، ولو لا توصي حريصة يا جهاد وإن شاء الله بدير بالي عليه مثل بيتي وأعز. تكرم عينك. طمنتني، الله يطمن بالك يا جار، هذا العشم فيك طول العمر. يلا بستأذن. لا شو بتستأذن، لسه ما ضيفناك شيء يا عفاف. عفافو يا جار. يا لا بمسي حل عني بقى حل يا الله ما قال يعطيك مجلة. لك عطيها المجلة القرود تنتعك ان شاء الله. وانت الثاني حلي عني بقى عيب. ما قلت لي شو ضيفك حبيبي يا جار؟ ما بيصير ما بيصير عفاف يا عفاف. جارنا الله يخليك مستعجل شوي، بروح طب اغراضي خلص بعطيك المفتاح باذن الله من المسافه. طيب. السلام عليكم. ما بضايقك الله معك، مع السلامه حبيبي، ما هو ان شاء الله الله يحرسك. شو انت مسافر جارنا؟ قال بعد يومين. وقديش بده يغيب؟ قال بده يغيب شهرين بعدين بده يرجع على بين ما يزبط وضعه هنيك يعني. ايه نياله الله يطعمنا مثل ما الله طعمه. لك شو نياله يا بشيمه؟ على ايش نياله؟ يعني حدا بيكون عنده بيت ملك وسياره ووظيفه حكوميه وبيترك بلده وبيسافر لبلاد اصغر فكره اخذينها عنا انه نحن ارهابيين؟ ايه لا مو لهالدرجه. بعدين شو فيها اذا الواحد تغرب له كم سنه لحتى يحسن وضعه ورجع يستقر ببلده؟ يعيش يا قديش، شو بده يحسن لحسن؟ يعني قد ما حسن بس يرجع لهون رح يحط كل شيء صمده وجابه معه. إيه؟ مطور الغد عفافه؟ لا تقبرني جاهز جاهز بس بسرعه. الله يرضى عليك بسرعه لان دوبي يعني اكل لي لقمتين وانزل اشتغل على التاكسي. على مهلك ولا يهمك حبيبي جار الرضا انت واجبنا هذا. الله يسلم ايديك يا رب. الله يسلمك ويعزك يا جهاد. ايه سيدي ان شاء الله تروح وترجع بالسلامه يا رب. الهي وانت جاهي ونصيري ومولاي وعضدي، توفق جهاد ابن شوكه بوز النمس وترجعوا من بلاد الغربة سالم غانم يا رب، وتحول التراب بين ايديه ذهب ابريس انك انت السميع العليم. ماشي اهلين حبيبي. سلام عليكم. الله معك جهاد. جهاد وعينك على حالك حبيبي. ابو عزيز ما بدي وصيك بالبيت هذا. ولا يهمك حبيبي. يلا حبيبي خاطرك. الله معك. تعال يا حبيبي تعال يا روحي. خاطرك يا الله معك مع السلامة. حرك روحي حرك. الله معك يا روحي. الله معك.
الزلمة يأمني على بيته أحسن ما يسرقوا له إياهم. نعيمة، الله ينعم عليك إلهي. بس بالحمام ما ضل ما يسخني؟ أوف، وليش بقى؟ ما بعرف، بس الظاهر المازوت خلص ولازم تتحمم أنت وابنك اليوم. ومنين بدي أجيب لك مازوت بأنصاف الليالي؟ والله ما بعرف. يا عزيز، عزيز. نعم بابا. الله يرضى عليك، هلأ بتطلع على الأسطوح وبتسحب المازوتات اللي بخزان جارنا جهاد على خزاننا وبتنزل. خد معك البربيش عزيز، البربيش الصغير. يلا بسرعة، الله يرضى عليك، ما بدنا نتحمم بأنصاف الليالي. هذه خد معك بيل حتى تشوف بخويش الخزانات منيح. بصير هيك تساوي يا أبو عزيز؟ ليش شو ساوي؟ يعني إذا أخذناهم نحن مو أحسن ما ينسرقوا؟ وبينسرقوا لأنه بعدين شو نسيتي إنه الرجال أمني على البيت؟ إيه لا ما نسيت. إيه ما بيجوز، ما بيجوز. ما عاد اشتغل عدم. ما عاد اقلع مو هيك؟ ايه معلوم، شلون بده يقلع وهو قديم وخربان؟ صار له من زمان المرحوم ابي. بتعرفي يا عفاف شو عم يخطر على بالي؟ شو عم يخطر لك؟ عم اقول لحالي اسمه جارنا جهاد مسافر، ليش ما بنستعير تلفزيونه؟ لا يو، شو نستعير تلفزيونه؟ ايه والله مو حلوه. ليش مو حلوه؟ لا تنسي انه الرجال وصلنا بالبيت. بعدين إذا كان غرضه تحت عيننا مباشرة مو أحسن عيننا ما تشوفه؟ إيه خلاص مثل ما بدك. وين المفتاح؟ ليك. حبيبي شريف، شو رأيك بما أنه جارنا وصاك ببيته وأمنك على حمايته، شو رأيك تجيب الريسيفر اللي عنده؟ لأنه ديجيتال اللي عنا عادي، وبعدين طارت كل المحطات اللي عليه. خطي مشان الاولاد بيتسلوا. والله فكرتك حلوه، انه شلون ما خطرت ببالي قبل هلا. ايه انا اصلا قلبي مالل من هالكم قناه اللي عم يطالع الريسيفر الانالوج اللي عنا. بقى هلا اسمه عزيز على الاسطوح، بخليه يساعدني بتمديد الكابلات. بدك شيء من بيت جارنا قبل ما امشي؟ لا حبيبي هلا ما بدي شيء، سلامتك. لك لا حبيبي لا، انا ما بدي امسك صندوق انتخابي ولا بدي وجعه الراس كلياتها. بعدين تعال الا انا دخلك شو جايني من هالشغله؟ بكره الواحد منهم بس ينجح بينسى اهله واصحابه، بقى راح يتذكرني اذا كنت ساعدته بالحمله الانتخابيه ولا لا؟ اصلا ما عنده وقت يتذكر. بابا مطول منك على التليفون. لحظه بفراس، شو بدك؟ عم استنى تليفون من رفيقتي ليلى مشان نتائج البكالوريا. لك انت ما سمعتيهم قالوا بالاخبار انه النتائج بكره؟ ايه مزبوط بابا، بس ابوي رفيقتي ليلى بيشتغل مديريه التربيه وبتكون النتائج صارت على طاولته اليوم. بابا روحي هلا، روحي بدي اكمل حديثي، روحي احكي من بيت جارنا جهاد. معك المفتاح؟ هلا كل ما بدي احكي تليفون بدي اروح على بيت جارنا جهاد. مو مشكله يا عزيز، عزيز ولك يا عزيز. ايه بابا عم تعديني؟ وطيني صوت المسجلة، نسرع راسنا. خذ المفتاح من على المكتبة وروح الله يرضى عليك واسحاب السلك تبع تليفون جارنا وجيبه لعنا، لأنه الله يصلحه تارك السلك فلتان. بقى روح جيبه، اخطي ما نخاف حدا يسرق له إياه. وزلمة موصيني بالبيت مو حلوة ابني. حاضر بابا. إيه حبيبي لا تأخذني تأخرت عليك. لا لك بابا، إذا صار ما صار بعدين بتلاقي الواحد منهم. لا 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 ليش؟ لك ألف الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله اللي الله عطاني عمر وخلاني شوف بنتي ناجحة بالبكالوريا وفايتي عن جامعة. لك ألف مبروك تكبريني. الله يبارك فيك أمي وخلي لي إياك يا أحلام بالدنيا. ألف مبروك يا بابا، وعقبال ما تتخرجي من الجامعة ونرفع راسنا فيك. إن شاء الله على طول بيضلوا راسك مرفوع يا بابا. بس هلأ لا تفوتوا لي بحديث الجامعة وتنسوا لي الحفلة. أنا حفلة؟ حفلة نجاحي. معقول نجحت بالبكالوريا وما تعنوا لي حفلة
حكي مظبوط. حاكم بابا اللي عم ينجح بالبكالوريا هلا عم بيعتبروه الناس بطل قومي وعم بيعملوا له احتفال الابطال، مزبوط حكي؟ سامعين شو عم بيقول عزيز؟ هذا هو الكلام المزبوط. تكرم عينك حبيبتي، بس بابا يلي محيرني شلون بدنا نساوي الحفله عنا هون بالبيت، لانه ما شاء الله وكان رفقاتك كتار وقرايبيننا كتار وبيتنا صغير ما بيسع كل هالقمة. وليش لحتى نساويها ببيتنا؟ لكان وين بدنا نساويها؟ بيت شرم الشيخ. لكان وين نساويها؟ لكان بيت وسيله. اليوم اتصلوا فيه من الجمعيه السكنيه وقالوا له انه البيت اللي مسجل عليه بده 4 سنين ليخلص ويستلمه. قولي 30 سنة ولا تخافي، اصلا هذا اخوك طلع غشيم بشكل. ليش بقى؟ شو ليش؟ يعني من طول عمره بيت الجمعية بسجل الواحد فيه حتى حفيده يسكن فيه وباخر ايامه كمان، والافندي اخوك مفكر حاله رح يسكن دغري كأنه عايش بسويسرا. المهم شو رح يعمل هلا؟ يعني شو بده يعمل المسكين؟ بده يستأجر وغالبا رح يأجل العرس. طيب انتي ليش عملتيها مشكلة؟ يعني شلون ما بدك يعني اعملها مشكلة؟ المسكين بده يحط 5000 ليرة، يعني كل معاشه أجار بيت بآخر طلعة الكيكية، وعلى هالصورة بدهن يعيشوا كل الشهر على معاش مرته، والله بيعلم قديش بدهن لحتى يفرشوا البيت. اي ستي الله بيدبرهم، شو ناقصنا نهكل هم الناس نحنا؟ قومي حطي لنا عشاء، جعت الله يرضى عليكي. يلا. ألو مين؟ أهلين أهلين وسهلين سيد جهاد، يا ميت مرحبا. كيفك حبيبي؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير أنت؟ الحمد لله. أهلين جار، طمني عنك، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. كيف الأولاد؟ إيه الحمد لله الحمد لله. طمني، في شي جديد بغيابي؟ والله عنا كل شي تمام، الكل بيسلم عليك وكل شي لساته على حطة إيدك، يعني إذا بتغيب شهر ولا 10 سنين متل بعضها حبيبي، وإمتى ما بترجع بتلاقي ما في شيء تغير. أنت حكي لي كيف لقيت كندا؟ إن شاء الله لقيت شغل محترم؟ الحمد لله ماشي الحال. بصراحة يا جار أنا مشان هيك اتصلت فيه. خير جار؟ حقيقة أسسنا أنا وأخي شغل جديد، صحيح لساتنا بأول الطريق بس الحمد لله رب العالمين ماشي الحال. كتير صعب الغربة، الواحد ما له غير بلده، ما له غنى عنا. لا ما رح ارجع هلا، اجلتها شغله 2 3 لحتى ظبط اموري. جار اذا متضايق مسؤوليه البيت اللي سكر البيت وبعت لي المفتاح. لا ابدا. لا شو متضايق، الله يسامحك يا جهاد. اي والله انا والمره والولاد دايرين بالنا على البيت كانه بيتنا بقى. لا تهكلهم حبيبي، لا تهكلهم زي جهاد، ان شاء الله كل شيء بيكون تمام. الله يخليك يا ابو عزيز، والله انك من اصل بتتامن على الروح. اصبح جار إذا ما فيها سئلة بركدم تاخذ مفتاح السيارة من درج مكتبي مشان تبقى تشغلها كل كام يوم، لأنه معلومك البطارية بتنشف إذا ضلت فترة طويلة واقفة. شو؟ سيارة؟ إيه ولا يهمك، إن شاء الله ما رح خليها تفضى. شو هاي اللي ما رح تفضى؟ البطارية. خلاص أنت يعني لا يكن لك فكرة واعتبر كل شيء تمام وكأنك موجود بإذن الله وأحسن. تسلم يا جار تسلم، بس الله يخليك بدي اطلب منك خدمة خاصة هيك صغيرة لو سمحت. ولو حبيبي جهاد، انت بتأمر يا عيوني. شو اخبار ببغاء؟ الله وكيلك يا سيد جهاد، عم دير بالي عليه مثل ولادي هيفاء وعزيز فرتشكل. يسلموا ايديك يا جار، بس اللي صار اني لما وصلت على كندا وشفت الحرية اللي موجودة هون ما هان علي خلي الببغاء محبوس بالقفص وانا عم بتمتع بالحرية، بقى بدي منك تطيره، لانه ما بيعرف الانسان معنى الحرية الا لحتى يعيشها. الله عليك الله عليك يا سيد جهاد، شو رومانسي. او طير الببغاء قال يعني، وعلى فرض طيرته ايه رح يوصل لعندك لكندا؟ طبعا لا. اصبح خلاص اسمع مني وخليه مضبوب احسن بكره ما يدعي عليك. بعدين مفكر انه هالمسكين رح يلحق يتمتع بالحريه؟ عليم الله، اول ما رح طيره رح تلاقي 100 حجر وبارودة خردق بانتظاره. انت هيك رايك؟ وبظن انه هيك رأيه كمان. يعني انا سيد جهاد سامعني حبيبي، عم قول انا
مع اني انسان بتمنى يحطوني بقفص واقدر لاقي لقمتي فيه، احسن ما يفلتوني ببلاد الله الواسعه واركض ورا اللقمه وما لحقها. طيب سيد راسي، اعمل اللي بتلاقيه مناسب. بتوصينا بشي جار؟ ابدا حبيبي ابدا، الله يوفقك ويرزقك من خزائن الملانه. والمثل بيقول لك مطرح ما بترزق الزق. الله معك حبيبي، الله معك سيد جياد، يسلم يا الزوج، مع السلامه حبيبي. يا عفاف يا عفاف تعالي لك بسرعه. ايه ايه يلا جاي جاي. وينك؟ قبل كل شيء جيبي قفص الببغاء لهون، هذا صار ملكنا. شلون هيك؟ هيك شلون هيك؟ هيك. بعدين قديش قلتي لي اخوكي بده يدفع اجار البيت بالكيكيه؟ 5000 ليره. طيب شو رايك اذا دبرت له انا بيت هون عنا بالبنايه وبنفس السعر كمان؟ هلا خليتني اترك اللي بايدي واجي لعندك عشان تتمسخر علي. هلا انا عم بتمسخر؟ والله عم بحكي جد. هلا اتصل فيي سيد جهاد من كندا وقال لي مو راجع قبل سنه سنتين. شو يعني؟ يعني شو عليه اذا اجرنا البيت لاخوكي؟ اخطي خليه يقعد له فيه سنتين ثلاثه بينوبنا ثوابه وبعدين الله بيدبره، وهيك منكون ضربنا ببغاء وعصفورين بحجر واحد. منه منوفر على اخوكي ومنسكنه ببيت جاهز بحياته ما كان يحلم فيه، ومنه نحن منستفيد بقرشين الزراف اجونا على بارد المستريح. بعدين حبيبتي ان شاء الله صدقتي انه جارنا جهاد عن جد رح يرجع بعد سنه سنتين. ليش مو هو هيك قال؟ صحيح ما بقلك لا، بس هلأ هو هيك عم يقول لأنه ما صار له زمان وصلان لهنيك، والحنية للبلد لساتها معشعشة جوات قلبه. بس بكرة لما بيبلش يسحب بالدولار ويحسب فرق العملة وقتها رح يطمع وبصير بده يقعد فترة أطول. يعني قولتك ما بيزعل؟ ليكو التانية وليش لحتى يزعل؟ يعني فوق ما عم نسكنه بالبيت ناس أوادم حتى يديروا بالهم عليه؟ أصلاً هو ما رح يدرى، ولا تنسي أنه الرجال موصيني بعظمة لسانه بالبيت. لكان رح اتصل باخي وبشره وخليه يحدد موعد العرس. ايه الله يذكرك بالخير يا استاذ جهاد، كان عندك بيت وسياره ووظيفه حكوميه، ورغم هالشي ما عجبك وسافرت، بس ليكني أنا هلا الحمد لله عايش أحلى عيشة من ورا يلي تركته أنت هون. فعلا الإنسان بتجي رزقته يلي الله كاتب له إياها وين ما كان يكون. هاي 10,000 أجار السيارة و5,000 أجار البيت، نعمة كريم. حاجتي بقى شغل على التاكسي كل يوم لوش الصبح، وحتى الوظيفة ما عاد إلها طعمة، وعم فكر استقيل منها واقعد بالبيت واتفرغ واكتب مذكراتي. وما حدا بيعرف السبب الحقيقي. واخرتها لامتى رح نضل على هالحاله؟ والله ما حدا بيعرف لك بنتي، الشغله صايره هبات هبات. صحيح بتدخل كباريات الحاره بالصلحه بيناتنا وبدون ما الصلحه سنه سنتين ثلاثه على هوا الظروف، وعند اول مشكله الشغله بترجع العم من اول. هذا صوت الزمون اكيد عليك. الله يجيبنا يا رب. فريحه روحي نوري العصايه لشوف. هذا ببوس ايدك يا ابو تيسير، ما تطلع تقبرني. لك معقول يا ابو تيسير؟ معقول؟ معقول اطلع جبان بعيون اهل الحاره؟ روحي نوري العصايه. يا اخي يا الطاف نسينا مما نخشى. هات يا شوف. يا لا أرجوهم مين نحنا؟ أرجوهم مين شباب حارة الخمس مزاد؟ أرجوهم لعبد السبع طلعات مين نحنا؟ لك مين نحنا؟ شوفوا يلا لك ساعدوا يلا روح اعطي أيوة يلا يا شباب يلا لك هذا اليوم اللي حنا نريده، هذا اليوم اللي حنا نريده. أويها، والله بحيي سكرتية والأبضايات، أويها، واليوم سفق لفوف وضرب الطيارات، أويها، والله بحيي شباب السفق.
الله أكبر الله أكبر. وش حارة الخمس نزلات؟ الله يعطيكم العافية جميع فرداً فرداً. الله يعافي. اليوم علمنا حارة السبع طلعات درس بالمرجلة وبالزقرتية. الله حيوة فهد. أحلى زعيم والله. عاش زعيم حارة الخمس نزلات. عاش عاش عاش. أحلى زعيم والله. يعني انتصارنا اليوم على حارة السبع طلعات رح يمرمغ وجوههم بالتراب. ومن اليوم ورايح ما بتصور ابدا انه في ابن مره من حاره السبع طلعات راح يسترجي يرفع راسه بوشنا. فشر زعيم. يا شباب اليوم عطينا حاره الخمس نزلات درس مرتب بالمرجله والسكرتيه، ومن اليوم ورايح ما عاد في ابن مره بحاره الخمس نزلات بيسترجي يرفع راسه بوشنا. خسر ميت خسر ولو بقى. مبروك عليكم يا جماعه، مبروك عليكم هالنصر العظيم المؤزر يلي رح يتسجل بتاريخ الحارة بحروف من ذهب، بحروف من نار ونور. الله يبارك فيك يا زعيم ويديم عزك فينا. مبروك علينا جميعا يا زعيم. نحن بلاك ما منسوى قشرة بصلة. يعني بالفترة الأخيرة يا أب توفيق أب فهد وجماعته كبر راسهم كتير. شو عليه يا معلم؟ نحن شغلتنا تكسير الروس. لا وفوق منها طول ذنبهم وحمي عصهم وطالت أظافيره، وكان لابد من هيك ضربة حتى يرجعوا مثل ما كانوا، مثل القطاط المرعوبة. لك آخ يا جماعة آخ آخ، شو مشتهي شوف أبو فهد وجماعته شو عم يعملوا هلأ بعد الكف المرتب يلي أكلوه. عيش أبو دياب زعيم حارتنا ويا عيش 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 يعيش أبو فهد زعيم حارتنا. عيش عيش عيش. أهلين عباس. أهلين سهلين. أخ أخ يا جماعة شو مشتهي شوف أبو دياب وجماعته هلأ بعد ما كسرنا له الروسون وقصقصنا له جناحاتون وهرسنا له لدنابو. يا سيدي هلأ بيكونوا حاطين الحزم بالجرن وقاعدين يشرجوا. الله ليم الشدة عن قلبهم بجاه الحبيب. بيستاهلوا أكتر من هيك. المهم يا جماعة لازم نضل مستعدين وزاهزين، لأنه بيجوز الله يامي على قلب أبو دياب وجماعته ويفكروا يهجموا علينا شي هجمة غدر لحتى ياخدوا بتارو. يا سيدي إن شاء الله بيعملوها، بلكي بيكون آخر يوم بحياتهم. انت قول بلكي نهايتن على إيدينا. نمر نمر يا عباس نمر. أهلين أبطال. هلأ هيك بدنا نقضي كل وقتنا عم نلعب طاولة زهر؟ ليش لقينا شغل وما اشتغلنا؟ عم نفش خلقنا بهالطاولة، فيها شي هي كمان؟ ايه. ولأيمتى بدها تضل هالحالة دائرة؟ أخي طالما أبو دياب وأفهد راكبين راسهم تنحين معنات الحالة كل مالها لورا. إجا طرخون. وين ويش؟ سلام يا رجال. عليك طرخون. أرجيلي عجلي وكاسة شاي تقيلة يا ولد. بحبك وححبك وراح أحبك على طول، مش قادر ونسيتك زي هلا. فهمني يا ابو دياب، لامتى بدي ضل مثل الاطرش بالزفه؟ شو بدك تفهمي يا دياب؟ امتى بدك تجيب الوحده تساعدني بشغل البيت؟ ليش شو عم تشتغلي انت؟ خزيت العين عنك ما عم تشتغلي شيء؟ هلا كل هالشغل مو باين معك؟ لا مو شيء هيك، بس كاني ملاحظ انه ما عم تمدي ايدك بهالبيت على شغلي. هلا انا ما بمد ايدي على شغلي؟ ستي ولا تمدي ايدك، شو هالهم يعني؟ هي عندك ام صالح وام ناظم بيشتغلوا عنك كل شيء. ولو ما بيكفوا. هلا تنتين نسوان عم يحوصوا بين ايديك طول النهار، ما بيكفوا يا ام دياب. طبعا، لانه ام صالح دوبت لحق مساوات شاي وقهوه وارقيل لضيوفك، وام ناظم متفرغه للغسيل والطبخ، بقى بدي وحده ثالثه مشان المسح والتعزيل. مو كتير هيك يا ام دياب؟ لا يا سيدي مو كتير. يكون بعلمك انه ام فهد عندها اربع نسوان تحت ايديها عم يخدموها، وهي مرت زعيم حارة تشتوش لا راح ولا اجا. والله العظيم بهي معك حق،
يعني إذا أم فهد عندها 4 نسوان أنت لازم يكون عندك 5. ولهالشي أنا من بكرة راح أدبر لك 3 نسوان تحت تقطيع الأرض. ولو تكرم عيونك يا أم دياب، يعني إذا كان العز ما بيلبق لك إلك لمين بده يلبق لكان؟ لا بين الشوحة مرجوحة ولا أبو بريص بقاب. يلا يخليني إياك يا رب يا أبو دياب، وينصرك على حالة الخمس نزلات يا حق. وهالموسى ده ب7 طقات، يعني إذا كان اللي حامله شب زقرته أبضاي بلحظة بينفتح معه بيشرك الزلمي. شو في عندك كمان برهوم؟ عندي خنجر جديد مسنون على الطرفين ومبولد، يعني دفشة صغيرة ببطن الزلمة بينكتله كراره بيفزرله مصارينه، يعني بهالخنجر ولد صغير بيشرك زلمي قد اللوح. يعني بالمختصر المفيد خطر وما بيتسلم لمين ما كان، لأنه مثل ما بتعرف السلاح بإيد الغشيم خطر، خطر كتير. وكم واحد عندك من الخنجر؟ هلا ما عندي غير هالمسطرة، لأنه هالخنجر بالذات ما بيع منه غير على التواصي، لكن إذا بدكن وبعد الاتفاق بحصر التوزيع فيكن وما بيع منه لغير حارات. طيب بتخلي هالمساطر عنا اليوم وبترجع بكرة على بين ما نتفق شو بدنا. خدام الطيبين أنا، بتأمر شي تاني معلم؟ سلامتك. أهلين لبضاي. أهلين وسهلين. وصل زهير. تأمر زعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو رأيكم يا جماعة؟ ولو زعيم الشور شورك بعد أمرك زعيم أنا إلي ملحوظة. عم بسمع. نحن طول عمرنا نحن وحارة السبط طلعان ما استعملنا هيك أسلحة. معلوم، بس أنا أسلاح ما رح نستعمل. لكان شو بدنا نعمل فيها؟ نحن بدنا نشتري أسلاح للتخويف وبس، لأنه مثل ما بتعرف إذا بصير عنا هيك سلاح ما بيعود فيه ابن مرة بيسترجي يرفع راسه قدامنا بتاتا. إذا كان هيك زعيم نحن مالنا حكي بنوب. على كل حال بكرة بتنزل أنت وسعد وزهير وبتلموا خوات من الناس، الكل بده يدفع. أنا ما عندي دان مشطة وهالشي كله وهالمصاري كلها لحتى نأمن حق صفقة السلاح. لعيونك زعيم، بكرة المصاري بتكون عندك. شو أب توفيق؟ شايفك ساكت اليوم وما عم تناغشني مثل العادة. ما طلع معك شي خطة جديدة نقدر فيها نكسر راس أبو فهد وجماعته؟ طول بالك علي معلم، أنا عم فكر لك بخطة على كيف كيفها. زعيم وصفي القط على بيقابلكم. وصفي القط؟ أول سمعني الأخبار الطيبة، صار لي زمان ما شفته. خليه يفوت. على عيني. القط منو هاد وصف القط زعيم؟ هذا عويلي جديد عينته من مدة كم يوم بحارة أبو فهد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. أهلا وسهلا، تفضل. شلونك يا قط؟ داعي لك بطولة العمر يا زعيم. إيه والله من يد ما نقدمه. أهلين يا بضاي. هلا هذا هو القط اللي حكيت لي عليه زعيم. هذا هو. شو رأيك في سيامي ولا منغولي؟ بينتو منغولي. شو الأخبار عندك يا قط؟ بصراحة يا زعيم عندي خبرين بس خايف يجعزوك. إيه ما عاش هاللي بده يجعز الزعيم. وشو هالخبرين بقى؟ هذا أبو فهد عم يشتري أسلحة أشكال ألوان وناوي يسلح جماعته. أسلحة؟ أبو فهد عم يشتري أسلحة؟ إيه؟ وشو نوع هالأسلحة بقى؟ على هوا ما فهمت ناوي يشتري مواس كباس ب7 طقات وخناجر مبولدة مسنونة من الطرفين. يخرب بيته على العملة. لك العمى شو ناوي يساوي هذا؟ لعمى لعمى. إيه؟ تاري هالسهيان عم يشتغل ومو ناوي يجيب البر. هذا اللي عم يصير بالحرف سيدنا. بسيطة. وشو الخبرية التانية بقى؟ أبو تيسير. مين أبو تيسير؟ أبو تيسير الدقاق معلم، زلمتكم. إيه شو بو؟ اوعى تقلي انه عم يشتغل تاسوس لحساب ابو فهد وتجيب لي دقنة رزانها. لحد هلا لا،
بس سمعت انه ناوي يجوز بنته فريحة لشاب من حارة الخمس نزلات. الله لا يعطي عافية على العبد. لك شو ناوي يساوي هذا؟ شو ناوي يساوي؟ ناوي ينكس عقال حارتها على اخر الزمان؟ بسيطة، انا بعرف شغلي معه. جنقل جنقل مور زعيم، خذ وصف القط وغديه وكرمه، اعمل له فتة حليب اذا بده، واوعي خرمشك. ها ليش بنسترجي زعيم؟ فضلكم سابي، بتستاهل اكثر من هيك يا قط. جنقل الله يرضى عليه، خده ودلله، معلش خليه برطي عنا ويتنغنغ له شي شوي. على عيني شريف. يلا سلام عليكم. عليك السلام. عليك السلام والاكرام. معقوله ابو تيسير يعمل هالعمله السودا زعيم؟ يا ويلو اذا طلع هالكلام صحيح يا ابو توفيق، يا ويلو. برخون امر زعيم، نط على بيت ابو تيسير جيبه موجودا، وتعال انت وياه، وإذا ما لقيته بالبيت دور عليه وين مكان، المهم لا ترجع إلا وإيدك على إيده. أمرك زعيم. ما بصير هيك يا أبو تيسير، الله يخليك. شو كان المفروض أعمل لك؟ كان المفروض ما تعطي كلمة للجماعة قبل ما تشاور الزعيم، هيك الأصول. هلا حتى بجوازة البنت بدي أخذ رأي الزعيم؟ هيك جرت العادة يا أبو تيسير. بعدين هي مو جوازة عادية. قولي. هي جوازة لشاب من حارة الخمس نزلات. ستي هذا اللي صار. بعدين شو بعرفك؟ بجوز تكون هالجوازة فاتحة خير. يو شلون بقى فاتحة خير؟ يعني بجوز تكون هالجوازة تقرب القلوب من بعضها ويتصالحوا الحارتين مع بعضهم البعض. والله يا بابا أنا خايفة كتير، قلبي مو مطمئن أبدا. لا تخافي لك بنتي، لا تخافي، ما بياخد الواحد غير نصيبه. مين؟ افتح على طرخون. عليك طرخون، تفضل. مستعجل، بس اوعيك بسرعة وتع معي، الزعيم طالبة. مشي، سبيني ولا لاحقة. ما بقدر، الزعيم قال لي لا ترجع إلا ورجلك على رجله. بقى خفها شوي الله يرضى عليك قبل ما يستعوقنا الزعيم. حاضر، لجيب السلك تبعي وماشي معاه. فوق الناخل فوق فوق يا بفوق الناخل فوق. شو بده منك ابو تيسير؟ ما بعرف، انا ابو دياب طالبني على الفور. يلا بخاطركم، مع السلامه. معقول يكون دري؟ قولي على ابدي، الله يستر يا رب. شو ابو تيسير؟ الله يسمعنا الاخبار الطيبه. والله انا اخبار زعيم قال بدك تجوز بنتك لحارة الخمس نزلات. الحقيقة صار حكي بالموضوع. صار حكي بالموضوع، صار حكي بالموضوع يا جماعة، وأنا مالي دريان، نايم على وداني. العمى بقلبك، العمى بقلبك، العمى. ولك وين عايش أنت؟ ولك وين عايش في صحراء؟ ولك ما عندك كبير بالحارة أنت؟ ما في زعيم؟ لك ليكون مالو قبضني يا جماعة، مالي معبي عينه. عوزه مش زعيم، عوزه عينه ما بستجي. بقدع عبوس بجيب أجله. طول بالك زعيم، ما وصلت لهون. لوين وصلت لكان؟ لك حضرتك قطعت ووصلت من عندك من دون ما تشاورني، وبتقلي ما وصلت لهون؟ وصلك أبو ملعون يخلع رقبتك أنت التاني. أنا قلت لحالي إنه الموضوع خاص شوي، ما حبيت وجع لك راسك فيه. لك مين قال لك إنه الموضوع خاص؟ مين قال لك؟ لك هذا موضوع متعلق بكرامة الحارة، بهيبة الحارة، بتاريخ الحارة. 60-70 سنة من العداوة والصراع بيننا وبين حارة الخمس نزلات، إنه هيك بترميهن ورا ظهرك وما بتسأل عن حدا؟ يخرب بيتك ما أغشمك، تضرب بهالراس اللي ناتعه بين كتافك. إن شاء الله زعيم، إن شاء الله تفور لي دمك. ولك أنت أنت بتقبل إنه أب فهد وجماعته يعلموا علينا؟ طبعا لا، ما بقبل. بس بهيك جوازة بيعلموا علينا؟ يعني لما رح ياخدوا بنت من بناتنا رح يعلموا علينا وينكسوا عقالنا؟ لك شو انت ناوي تنكس عقال الحارة كلها يا تيسير؟ يخرب بيتك وبيت بيتك، العمى. طول بالك زعيم،
أكيد أبو تيسير ما كان عرفان شو عم يعمل. اسمع أبو تيسير، موضوع هالشواسة بتنسى كله من عين أصلا، بتنسى خبر راسك نسخ، وإلا قسما بالله بعتبرك خائن من الدرجة الأولى ومتمرد وعميل للعدو. فهمت؟ أمرك زعيم. صقوق قهوة. ايه وشو يعني؟ شو يعني؟ سكرنا عن الموضوع نهائيا. ابو دياب هيك امر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا حسرتي عليك يا بنتي، شو حظاتك قلق؟ والله كان قلبي حاسسني انه ما حيمشي الحال، والله واللي اسمه الله. لك شو بدي فهم فيه لفهم؟ هذا ابو دياب مو حيسما، شوية تاني رح يطالعني عوايني وداسوس. قومي ساوي لنا كاس الشاي لروي دماتي، حاسس راسي حامي مثل التنور. هذا الموس 8 طقات، درجة موته بهالكاميون، بس علته انه بده ايد خفيفة ورشقة ومعلمية بالفتح وبالغلق، والشي المنيح اللي فيه انه بينضب وبينحط تحت الاواعي بسهولة، ولا من شاف ولا من دري. حلو كتير. ويا ترى ابو فهد اخذ من هذا الموديل؟ لا، اخذ من موديل 7 طقات. مرعون، بدي اسالك سؤال له صعب شوي. هلا شو الفرق بين الموديلين؟ 8 طقات عملي اكثر وسهل بالفتح وبالغلق. لك هلا شو بدنا بهالعلاقه الفاضي؟ مرعون جاوبني على سؤالي وصلى الله وبارك. تفضل زعيم. يعني اذا 2 سكرتيه، واحد معه موس ب7 طقات والتاني معه موس ب8 طقات، مين بيغلي؟ يا سيدي عبيب ما ينفتح الموس تبع السبع طقات بيكون الموس تبع 8 طقات شركه للزلمي. آه عظيم كتير، هذا المطلوب. اذا نحن رح ناخد من هذا الموديل بس على شرطها. شو هو زعيم؟ ما بدي تعطي ابو فهد منه. والله اذا بتشتروا كل الكمية اللي عندي انا ما عندي مانع. طيب كم موس عندك انت؟ 20. مو مشكلة، أنا لحالي بدي 7 و3 للعينتين والباقي منوزعوا على أهل الحارة. الله يخلينا إياك يا معلم. ماشي؟ ما شاء الله. ماشي. غيره شو في عندك؟ معي شبريات وشناقل وخناجر ومخمسات وشنتيانات ومقاليع، ولكل شي جاهز، أنا خدام الطيبين. شو يا؟ قال الزعيم عم يشتري سلاح لأهل الحارة. والله إذا صارت العلقة بالمواس والخناجر وبطلت موضة الدمشات والعصي ليصير الدم للركاب. صحيح، بس عم بيقولوا انه هذا سلاح للاحتياط مو اكتر، يعني ما رح يستعملوه الا اذا جماعة ابو فهد استعملوه. سيدي الله يستر. سلام على الرجال. يا جماعة بيقلكن الزعيم اللي ما دفع 3 دهبات تبرع للصندوق الحربي اخر مهلة للدفع بكرة. ايه واللي ما معه يدفع؟ سعرك سعر كل اهل الحارة، كل بده يدفع. طيب واللي ما معه؟ شو بيعرفني؟ يدبر راسه، يبيع اساور مرته، يبيع اغراض من البيت يصطفي. امن الحارة اهم كل شيء، بعدين المصاري اللي عم تدفعوها ما رح يلومنا منها شيء، كلها رح تروح حق سلاح ومواس وخناجر وكندرجيات. وهذا سلاح باخر الامر الكون حتى تحموا بيوتكم واولادكم. بقى ما بدي حدا يقصر بالدفع والا الزعيم بيزعل. ها فهمكم كفايه. سلام. يا عم شو مصيبه هاي؟ لك شوي تاني رح نبيع وعينا. بالفعل مصيبه، يعني هلا اذا حاره الخمس نزلات تحيول واشتروا بوريل ضروري نحن كمان نشتري بوريل. شو بعرفني يا العاب. 100 اهلين وسهلين بالزعيم عليم. الله شرفت بيتك. يشرف مقدارك يا ابو توفيق. زعيم انا جبتك لهون مشان لحتى اقول لك على خطه سريه جهنميه، بس ما بعرف اذا بتوافقني عليها ولا لا. وشو الخطه بقى؟ هات لشوف. شو رايك زعيم بالمعركه الجايه؟ نقصر شي واحد من جماعه ابو فهد، يعني نتكاتر عليه ونجيبه لهون ونحبسه عنا. ايه وشو بدنا نعمل فيه هذا؟ بنعمل عليه مفاوضات زعيم، وما منرجع لهم اياه لحتى يدفعوا ديته مصاري، وبهالحاله كمان بنكون اشترينا الاسلحه على حساب ابو فهد.
عفارم عليك يا ابو توفيق، عفارم. بالفعل انك مستشار حربي معتبر، فكره رهيبه جدا هي اللي عم تقولها. بس يا ترى ابو توفيق، اذا نحن هجمنا عليهم شلون بدنا نرجع من حارتهم ومعنا اسير؟ ما بتلاقيها صعبه شوي يا ابو توفيق؟ وليش لحتى نهجم؟ شو بدنا نساوي لك؟ نستناهم حتى هنن يهجموا؟ وبركي يا سيدي خافوا وترددوا وما هجموا. بسيطه زعيم، بنتحركش فيه. شلون بقى نتحركش فيه؟ اسمع معلم، منطالع كم ولد على الاساطيح وبنعطيهم نقفه، بينقفوا لهم كم بحصه على شباك ابو فهد وبيكسروا له البلور وبيهربوا، والجماعه اكيد ما رح يسكتوا على هالاعتداء ورح يهجموا علينا، ونحن طبعا بهالاثناء منكون مستعدين ومجهزين حالنا. عفارم عليك يا ابو توفيق، قسما بالله انك دايه ولعنه مكبرتي وبلوه مصبره. ندرن علي، ندرن علي اذا نجحت هالخطه لعلق لك نيشان الحاره على صدرك بايدي. ما بدي الا رضاك زعيم، بكفي النياشين اللي علقتها على صدري ببطولاتي الماضيه. قوم جيب لي نفس يا بلعوص. أول شيء بحب هنيكم وهني نفسي على هالانتصار الكبير اللي حققناه اليوم على حارة السبع طلعات. هلا صعيب نتكاتروا على فايز وأسروه على غفلة من عيوننا وأثناء فرحتنا بهالانتصار الكبير، بس هالشي ما لازم يخفف أبدا من فرحتنا الكبيرة. وأنا بوعدكم أنه فايز الذي يقبع الآن في سجون العدو لن ننساه أبدا. وبوعدكم كمان وعد شرف انه بالمعركة القادمة بدنا نأسر خمسة من جماعة ابو دياب ونبدلهم بأفايز باول عملية تبادل اسرى. وهالشي لما راح تعرف فيه الحارات الصديقة والعدوة راح يكون وصمة عار بتاريخ حارة السبع طلعات، لانه راح يعرفوا انه كل رجال من جماعة افهد بيسوى خمسة من جماعة ابو دياب. وانا متأكد انه فايز المقاتل الشرس العنيد الصنديد راح يكون قد المسؤوليه، ولن ترهبه اي ممارسات من الممكن ان تمارس ضده في سجون العدو. هلا روحوا داووا جروحكم واستعدوا للمعركه القادمه، المعركه المصيريه. طيب اي زعيم زعيم هب هب اذناكم. عيش ابو دياب زعيم حارتنا. يا عيش عيش عيش. تفضلوا يا شباب. دقيقة معلم دقيقة بس نخلص رأسة الموت. لا عود ابو توفيق، عود كبرت على شغلات انت، عود تشتوش. يا جماعة اليوم حققنا اهم انتصار على حارة الخمس نزلات. اليوم مرمغنا وجوههم بالتراب وقدرنا نأسر واحد من اهم واشرس المقاتلين عندهم الا وهو فايز. اسر فايز يا ابو ضايات ضربة كبيرة ووصمة عار على جبين حارة الخمس نزلات. لا تشوفوا هيك سهيان ودرويش على باب الله وما له حيل يوقف على رجليه، هذا زلمة داية وعم يتمسكن مشان يخفف من قيمة انتصارنا العظيم والساحق. ونحن طبعا عاداتنا وأخلاقنا وقيمنا ما بتسمح لنا نهين أسرانا، مشان هيك راح يكون فايز معزز بيناتنا ومكرم رئيس ما ننظر بأمره. يا طرخون أمرك زعيم، بس اسمه أبو فايز مو فايز. هلأ مشكلة فايز وفازز أبو فايز، خدوه على الحمام حطوه هنيك وشددوا الحراسة عليه، خلوه يتحمام ويرتاح ويتدفى. تؤمر أمر زعيم. ومشان أكله
خلي كل يوم أكله على بيت من بيوت الحارة وأعكنها أعكو كل يوم بتطعموا ثلاث وجبات والثلاث وجبات دسمة. ما رح حدا يحكي علينا من الحارات التانية. حارتنا حارة الجود والكرم ولازم نضرب مثل بهالشي. طول عمرك شهم يا زعيم. امشي ولا امشي تحرك احلى. في مرساه من حارة السبع طلعات بدنا نشوف جنابك زعيم. شفت عباس هي بلش يتحرك شو فينا. هاتوا السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا انت لك مرهوم صاير مرسال. هات لشوف شو في عندها. لكم معي رساله من ابو دياب. عم نسمع. قال هن مستعدين يخلوا سبيله لابو فايز ويرجعوه بس على شرط تدفعوا 5 ليرات ذهب. 5 ليرات ذهب؟ شو مين ناسين هن؟ ابو زيد الهلالي؟ يعني كتير 5 ليرات؟ لك لا مو كتير، قليل كتير. إيه عليم الله أب فايز بيسوى عندي أكثر من 1000 ليرة ذهب. بس شيت إنه ندفع 5 ليرة لا يحلموا فيها. وأب فايز شو مصيره؟ يا سيدي يخلوه عندهم ينقعوه يخللوه وبعدين يشربوا ميته مثل ما بتأمر. بتحب إنه شي تاني؟ لا هيك بكفي. إيه السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلوا. قال 5 ليرات ذهب. قال اشوف فاكرين حالهم ناسرين شيبوب ولا عنتر بن شداد. بزل عليك. لا عم بيعلبه. هو هيك قال لك؟ بالحفل واحد زعيم. شو أبو توفيق؟ ليكون نحن زودنا عليه المبلغ شوية. لا زعيم. 4-5 ذهبات مو كتيرين على أبو فايز. أصبح راح نتركهم لينعصولهم أكتر من هيك. معليش خليهم ينزنقولهم شوي. يا سلام عليك يا زعيم. يخليهم هن يلحقونا أحسن ما نحن نلحقون. أصبح روح يا برهوم بلغهم إنه نحن مصرين على المبلغ وما منتنازل عن ذهبة واحدة وإلا راح يضل أبو فايز أسير عنا ليوم الدين. فهمت؟ ولا عاد لك وقفت لك؟ مفهوم زعيم مفهوم مثل ما بتأمر. بس بحسن بتطمن على الأسير. يعني نحن صرنا 5 أشهر ما دقنا الكوسة محشي لحتى نطعمي أبو فايز كوسة محشي. شو بدنا نعمل؟ هيك الأوامر. بعدين هذا أسير والأسير مثل الضيف وإكرام وواجب علينا يا حرمة. بس يعني والله حرام نطبخ كوسة محشي وما نسترجي ندوم منه ولا لقمة. يا بيه إذا حابة تدوق الكوسة كلي لك كوساي مو مشكلة. أو بلكي نقصه. ليش كم كوساي مساوي؟ 7 كوسايات. حاجته 6. كلي لك كوساي يا بيه ما بصير شي كلي. أيمتى يصير؟ شو بدنا نتغدى نحن اليوم؟ طبخت لك لب الكوسة. يا حبيبي لب الكوسة عنا والكوسة محشي لفايز. ها هذا أكيد طرفون نوروني هالأكلات لعطياهم. هاتي تيسير. يسلموا. Thank you.
والله يا زعيم ما قبلوا. شو الحكي؟ كمان مثل الدهبات ما قبلوا؟ العمى قديش بدهم يدفعوا لك؟ الهيئة ما بدهم يدفعوا شيء. شو الحكي هذا المصدقي؟ العمى يضرب عيونهم العمى. قال ما بدهم يدفعوا شيء قال. ولك أسير هذا أسير. لك شو فاكرين رح يفك كله لأبو فايز ببلاش؟ والله إذا كانوا عم يفكروا بهالطريقة بيكونوا غلطانين كتير كتير غلطانين والشغلة بعيدة على أسنانهم. تعرف معلم هدول الناس ما بيستحوا. إيه العمى بقلبه للعمى بحياتي ما شفت أوقح من هيك ولا عيني رأيت. شو يعني؟ مو سائلين على هالمسكين أبو فايز؟ بالفعل يا جماعة بني آدم بحالة الخمس نزلات رخيص وما له قيمة. رخيص وبس؟ لك رخيص كتير. الفجل أغلب منه. والله ما يكون شي واحد من جماعتي مأسور هنيك كنت خربت الدنيا وحرقت الأرض من شأنه. والله يا أبو دياب هذا اللي صار. وشو بتريد بلغهم؟ أنا جاهز أخي. قلن آخر كلمة عنا ليرتين ذهب ولا ما عاد نفك أسر أبو فايز بحياتنا. أمرك زعيم رح بلغهم هالشي. كمان بليرتين ما قبلوا؟ ما قبلوا. الهيئة مو ناويين يدفعوا شي. طب شو العمل؟ معقولة تخلوا أبو فايز محجوز عنا؟ ايه انا بعرف. لا والمشكلة انه اهل الحارة صاروا يتململوا من هالقصة. لسه صفرة رايحة وصفرة جاي. طبخة فايتة وطبخة طالعة. وبيني وبينك اهل الحارة مو قدرتهم هالشي. يعني يا دوب عم يلحقوا لقمتهم. طب ضرورية هالصفر؟ طعمه من قريبه سعره بسعر اهل الحارة. شرط يعني انه ياكل على كل درس لون؟ صحيح. بس مو حلوة مشان سمعتنا يا ام دياب. بعدين هاي دعاية منيحة لحارتنا. يعني بكرة الناس بيقولوا إذا الأسير هيك عم يأكل معناها أهل الحارة شو عم يأكلوا. ولهالسبب الناس رح تاخد فكرة إنه أهل حارتي عايشين بعز نعيم مو ناقص عليهم شي منوب. أصبح فكوا أسره ورجعوه وخلصوا من هالهم بقى. هو منفكه ما في مشكلة. بس إذا فكيناه من دون شي بيشمت فينا أبو فهد وبهالصورة بيكون مشى كلمته عليه. وأنا مستحيل أعطيه هيك فرصة. ومثل ما بتعرفي أنا بخيل تماما بإعطاء الفرص. والله حيرتني. شو الحل كان؟ هو أحسن حل بيني وبينك نتركه يهرب. شلون بده يهرب وأنتم حاطينه بشي 4-5 حراس؟ محلولة يا مدياب محلولة. ما في مشكلة. سمعت الخون من هلأ ورايح بتخففوا لي الحراسة على أب فايز. يعني بتحطوا حارس واحد وبس وبتنبه على الحارس الكل فله مغيب كل شوي والتانية. يعني لا يدبقوا لأب فايز يحل عنه شوي بيكون أفضل. وبركي هلا. ولك نحن بدنا يا يهرب يا غشيم. يهرب؟ لك ايه يهرب. شو بدنا بهالهم يلي جبنا لحالنا؟ والله إذا كان هيك محلولة زعيم. هلأ بروح بخلعه كفين مثل طباق الجمر وبخليه يهرب. ولك شو تخلعه كفين انت التاني؟ هيك صار اسمه تقليعة مهربة. بدنا يا يهرب من ذات نفسه. قال يعني بشطارته ونحن ما حسين عليه. ايوة هلأ فهمت عليك. خلص زعيم اعتبر موضوع ابو فايز منتهي. بس وينك هالشي خليه بيني وبينك. ها ما بدنا حدا يدرى. ولا يهمك زعيم تأمر امر. فوتت الحمام تعنا شيد قلبي. فوتت الحمام. طلخون وين الشباب؟ ألو شباب. الحراس اللي كانوا هون كنا عم نتسلى. برزناه لمهمات تانية. يا خسارة. كانوا لطاف وطيبين القلب. هلأ المسؤول عن حراستك هو أنا وبس. وأنا مثل ما لك شايف ما بقدر بعد عندك أعداد طويلة. أنا مشغول كتير. شو يعني بدي أقعد لحالي؟ ليش بتخاف تقعد لحالك؟ لا مو قصة بخاف. بس بمل. سيدي إذا لقيت حالك مالي طلعت مشالك شوي بالحارة مو مشكلة. نحن واثقين فيك وأنت مو ممكن تهرب. والله ما أحلاني هربان. أنا صار بيني وبينكم خبز وملح وأنا ما بخون الخبز والملح والمحشي. منيح طمنتني. على كل أنا هلأ عندي مشوار ساعتين زمان
وانت اذا حبيت تسلى طلع قصدر لك شوي بالحارة وشم هوا، مو مشكلة. لا لا معلش، انا تعبان وبدي ارتاح، نام شوي، روح انت بس لا تطول ودير بالك على حالك. العمى بقلبه شو اجدى؟ شو مو ناوي يهرب هذا؟ الهيئة مو ناوي يا زعيم. معلوم يا عمي، استرطب بالقعدة، فيه ومي ودفى وأكل ومرعى وقلة صنعاء، يعني لو صارت لجدي ما مات. والحل زعيم؟ ما ضل قدامنا إلا حل واحد. شو هو زعيم؟ لازم نقلعه من الحمام وفورا نقلعه تقليع. الحقني لقلك. يلا حبيبي. قوم ولها. قوم. أهلين بالزعيم يا ريت. أهلين الخير. فضل فضل. أهلا وسهلا. ما بدي ضرابة، ما بدي شاي. عود. شوف أبو فايز، هلأ الله يرضى عليك بتطب أغراضك وبتتيسر على بيتك. خلص الفيلم احترق. ليش لا سمح الله يا زعيم؟ بدر مني شي غلط؟ بالعكس، انت اسير محترم واكابر، بس نحن ناويين نجدد سياستنا ونستعمل تكتيكنا ونحسن العلاقات بيننا وبين حارة الخمس نزلات، وقررنا بدافع المصلحة العليا انه نطلق سراحك تعبيرا عن النوايا الحسنة. هذا الشيء عظيم كتير يا زعيم، بس اسمح لي اقول لك انه انت غلطان. غلطان؟ وليش بقى يا حمص الكي؟ لأنه أبو فهد ما بيستاهل منك كل شيء عم تعمله إياه، لأنه زلمة سرسري وضعيف الوجدان وقليل الأصل. فاسمع مني يا زعيم وخليني أنا أسير عندكم هون مشان تضغط عليه، مشان تضغط عليه. بعدين مشان الأكل بكفيني وجبة واحدة باليوم، ليش البحترة؟ ولك خراس ولا؟ أنت مالك علاقة بهالمسائل على الإطلاق؟ المواضيع الكبيرة يلي بيننا وبين أبو فهد أنت ما دخلك فيها، هاي سياسة عليا ونحن منقررها ولا أمرك زعيم. أنتوا أدرب مصلحتكم. بقى ضب أغراضك وتيسر على حارتك وفرقنا بريحة طيبة، وأنا بنفسي رح وصلك لباب الحارة مشان ما حدا يتعرض لك. طيب زعيم، ممكن أطلب منك طلب؟ والله عال وصر لك طلبات كمان؟ هات لشوف يا ملعوس، شو هو هالطلب بقى؟ ليش ما بتقبلوني عندكم هون بالحارة لاجئ سياسي؟ يا حبيبي، لا حبيبي ما بدنا لاجئين سياسيين. قوم خلصني، ضب اغراضك وتيسر على بيتك. لك قوم يخرب بيتك، قوم خلصني، جرو ترخون. قوم عرق ولا بدك تشرب شاي كمان؟ عيطوا طلع اخطر. هلا يا عمى مناقص أنا يا عبني شدي. شو هالحكي زعيم؟ وين صارت أراضي؟ أردفنا لحارته وراح ترخوني وصلوا لباب الحارة. إيه دربي سد ما يرد، منيح اللي خلصنا منه. يلا ولا فوت وياه. يلا فوت خلصني لعمى في عيونك سعيد. يعطيك العافية زعيم. منو هدول؟ هدول يا زعيم القصة باختصار، أنا والشباب عملنا غارة على حارة الخمس نزلات وأسرنا اللي فيه النصيب وإجينا. الله لا يعطيكم عافية فوق تعبكم. ولك يا أجدب، نحن أسير واحد ما قدرنا نطعميه. وإنت التاني ما لقيت تتقاوى إلا على القطاط. الله يصلحك. شو بدي ساوي؟ هدول كانوا يطلعوا بخلقتي وقوص عليهم. بعدين تعال قلك على من بدي قوص على رفقاتي الأولاد. لك يا رجل كنا صغار، ما كنا نميز بين الجد واللعب. أنا بالزماني روحت إيدي وأنا عم بلعب ببارود الخردوق. كنا بهديك الأيام ندك فيها البارود دك، قامت طلعت مرة على إيدي وتصوبت. من يومتها حرمت أمسك بارود الدك بإيدي. بس بدكم الحقيقة يا جماعة، الصياد الموهوب ببين من صغره، وبتحس إنه هالبني آدم خلق ليكون صياد، لأنه أولاً وأخيراً هي موهبة من ربنا سبحانه وتعالى. إيه والله موهبة يا أبو رجدي، والحمد لله يلي الله أنعم علينا فيها لحنا ثلاثة.
يا سيدي انا بزماني لما كنت عم اخدم عسكرية اخذونا بقى سيدي على حقل الرمي، صفونا على نسق واحد وعطونا إيعاز مشان نقوس 10 طلقات دراكا، يعني طلقة طلقة. ومحسوبكم مثل ما بتعرفوا ما بيحب يقوس ضرب ورا ضرب، دي إخلاقي روح قلبي الرش. فما كان مني بقى سيدي إلا أني نزلت هالمفتاح تبع البارودة لتحت ورشيت لكم 10 ضروب رشة واحدة. بحب صوت رصاصي إز، بحب صوت الرصاص المنهمر مو بإيدي. أكيد أكلت عقوبة وزحفوك كواع وركب 2-3 ساعات على أسرة. هو كان الضابط ناوي يسلخني عقوبة من كعب الدست وحمرت عينه علي بس ما فعل، وكل اللي عمله إنه كمشني من شحمة إذني هيك وصار يفركها. هو قال لي ليش رشيت رشي ولا ما قلنا لك ترمي ديراكا؟ إيه شو جاوبته؟ قلت له سيدي شو بتفرق إن كان رشن ولا ديراكا، المهم صيب الهدف. قام قال لي شوف إذا كنت جايب فوق 5 من 10 راح اعفي عنك وغض نظر، أما إذا كنت جايب أقل من هيك فراح أشلحك من رجليك وخليك تركض حافي حوالين حقل الرمي 50 دورة وأنت عم تردد بصوت عالي أنا الحمار يلي ما نفذ الأوامر. إيه وشو صار؟ أكيد أكلت عقوبة. ولو مو عيب، لك صدقني لما رحنا على الدريقة تبعي لقينا 10 طلقات بنص الهدف، يعني 10 من 10. قام الضابط عطاني إجازة 2 يوم ومدحني كتير. إيه ما بيخاف عليك، أصلاً أنت أحسن صياد بهالمنطقة وما في ضرب بيخيب منك. برافو عليك، بالفعل أنا هيك. طيب اسمعوا القصة. مرة طلعت على الصيد ومعي يا سيدي 200 خرطوشة، بأحزروا كم عصفور صدت فيهم. 150 عصفور. لا حبيبي لا ما حزرت يا روحي، صدت فيهم 200 عصفور، يعني ما خابت معي ولا طلقة. بس بالرغم من هيك والله العظيم زعلت يوميتها كتير وأخذت على خاطري. وليش بقى؟ لأنه كان بنفسي أوز كمان وندمت كتير لأني ما طلعت معي خرطوش زيادة على الجبل، لأنه هالميتين عصفور كنت صايدهم خلال 2 ساعة. وقلت لحالي إيش هو هالمشوار المعنت يلي انقضى ب2 ساعة؟ فعلا شي بمقيت. وانت شو عملت؟ شو بدي أعمل يعني؟ وأنا راجع على البيت منكسر الخاطر لقيت بدربي صياد هاوي طالع معه 150 خرطوشة. قمت بازرته عليهم. اشتريتهم منه؟ مو هيك بالضبط، لأني ما دفعت له مصاري، بس سألته كم عصفور متوقع تصيد بهال 150 خرطوشة؟ قام صفن شوي وقال لي مو أقل من 50 عصفور. 50 عصفور؟ حيف على هيك صيادي. ليش الأفندي مفكر حاله صياد؟ المهم قلت له تاخد 150 عصفور بهال 150 خرطوشة تبعك وتوفر على حالك كل هالتعب؟ والله عرض مغري، لو بيضل بالجبال 10 أيام ما بيصطاد 150 عصفور. وقبل بهالعرض؟ معلوم بده يقبل وطار عقله كمان، وفورا أخذ مني العصافير ونزل على البلد وهو نافش ريشه مثل الطبويس. المهم أخذت منه الخرطيش وكملت مشوارك. صحيح هذا اللي صار، بس خسرت 2 عصفور لأني ما قدرت صيد أكثر من 148 عصفور بال 150 خرطوشة. إيه سيدي الله يجعلها أكبر المصائب. اللي هلأ إمتى ناوي تطلع الصيد؟ يعني بهالكم يوم. تطلع معي؟ والله بالنسبة إلي اعتزلت الشغلة وقتي ما عاد يسمح، بس بدي أطلب منك خدمة صغيرة إذا ما في سئلة. أنت بتأمر أبو عادل؟ أنا خدامك أمور. لا العفو ولو، بس ابني عادل طالع خروق وتشتوش بالمرة، بدي أعلمه على الصيد بركي بيقوى قلبه وبيصير رجال مثل الخلق والعالم. إيه على عيني وراسي، تكرم عيونك. أنت سلمني يا اليوم وأنا خلال 2 شهر زمان برجع لك يا صياد محترف بصيد الآء من على شجر السماء. وبكون كتر خيرك يا أبو رجدي، وهالمعروف ما راح انسالك يا طول عمري. ولو يا أبو عادل ولو، لك بدنا خدمة تحرز نحنا. لك شو بكم ما تأكلوا؟ أشروا حبيبي أشروا. أشر يا روحي أشر تين بعد هذا. الله يخليك. خود الله يرضى عليك. على رأيك. أشر أنت بتحب الخيار خود. يسلموا. أهلين وسهلين. أما كما هاي لك أنت شو بدك من هالشغلة؟ يعني بقصد ليش لا تتحمل مسؤولية الولاد؟ قال مسؤولية قال، ودخلك شو فيها مسؤولية هالشغلة؟ هلا قلت مخاطر بالصيف يا أبو رشدي، لا يقوم يوقع لا سمح الله وتنكسر ضلاعه،
او مثلا لا تقوم تقرصه شي حيه بهالبريه او يلدغ شي عقرب وهو ماله منتبه. باطل يا ام رشدي، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ تقرصوا حيه وانا موجود؟ ايه قسما بالله، انا لما بطلع عصيد الحيايا والحناش والعقارب بتهرب من طريقي صفر سنه. لك ما بتتذكري الحناش ابو اربع امتار يلي لقطته من دنبه وضليت له لحفيه نص ساعه لحتى مات؟ ما بتتذكري الحادثه؟ مبلا حكيت لي هالقصه 100 مره، بس رغم هيك الشغله فيها مسؤوليه. هلا لا تضجي علي يا ام رشدي وخلينا نتفاهم على رواق. هات لشوف، عم بسمعك. انت بتعرفي يا ام رشدي انه امنيتي بهالحياه كانت اني اعلم ابني رشدي الصيد وطالعه صياد معتبر، بس للاسف المنظوم تركنا وهاجر على كندا وضلت هالقصه حسره بقلبي. يعني اذا ما علمت ابنك بدك تعلم اولاد الناس؟ ليش لا يا ام رشدي، المهم حدا يستفيد من علمي وخبرتي بالصيد، مو احسن ما اموت وتندفن معي كل هالمعرفه وكل هالمعلومات؟ اي والله عيب علي، بصير شخص اناني بعدين يا ام رشدي، بصير شخص عم يمنع العلم والمعرفه عن الناس. ما بتتذكري جارنا العطار ابو ابراهيم الله يرحمه كيف رفض يعلمني طريقه كبس المخلل؟ انا مخلل؟ ليش ما قلت لي؟ لكن بلا قلت لي، بس انت نسيتي. هذا يا ستي مره كان ابو ابراهيم عازمني على الغداء، ومن جمله المقبلات يلي حط لي اياهم حط لي صحن مخلل خيار بيمزع العقل، والخياره بتقرش قرش تحت اسنان ولونه اخضر كأنه لساته ني مع أنه مخلل. سألته كيف هيك الخيار محتفظ بلونه؟ قال لي أنا عندي خلطة سرية أبضيفر المي بتقوم تحتفظ بلون الخيار. قلت له خل يعني؟ قال لي لا، وقعيت غلبت حتى أعرف هالخلطة سرية ما في فايدة. وقال لي مرتي اللي هي مرتي ما بقل سري، ومات وأخذ سره معه للقبر. دخيلك على الهم العظيم تقول مخترع الذرة. بقى شو بدك يعني اعمل؟ يعني حلوة مني موت واخد سر الصنعة معي؟ يه بعيد الشر عنا بتقبرني، لشو الحديث الممقيت؟ على كل نعمل اللي بدك يا تقبرني، انت ادرى بمصلحتك. هيك شفتي ما احسنك؟ لكن امي الله يرضى عليكي حطينا عشاء، حاكم بلشت معدتي تفرك. شو بدك تتعشى تقبرني؟ بقيان عنا شي عصافير بالفريزر؟ ايه بقيان عنا شي 50 منتوفين وجاهزين. لكن دخيل عينك امي اطبخي لي اياهم، هافي نفسي اليوم على اكل العصافير. لك تكرم عيونك. اهلين عادل، اهلين وسهلين ومرحبتين، شلونه الوالد؟ سلم عليك يا عمي يا برجي، انت من طلع الصيد؟ واحد ربك انت الثاني. يفضح حريش قلبك شو مستعجل؟ يعني اوام دغري بدك تطلع على الصيد هيك من الافه لادانا؟ لشو لازم اعمل بالاول عمي يا برجي؟ ولك حبيبي بالاول المفروض تتعلم اصول وطرق الصيد نظري، وبعدين بنطلع انا وياك على البريه ومنطبق العملي، مو دغري تحمل لي بارودة طولك وتمشي. حط هالبارودة من ايدك لقلك، حط قوام، ليش معانقة؟ قبل كل شيء اللي لشوف عندكم انتو بارودة خردق بالبيت؟ ايه في واحدة لاخي الصغير. عظيم كتير، معناها بتاخد بارودة اخوك الصغير وبتروح بتتدرب على النيشان يومين ثلاثة وبعدين بترجع لعندي. على شو الدرب؟ على العصافير؟ لا حبيبي انو عصافير. انزل بالاول على البستان، حط مقابيلك كيلة قصدير أو تنكة ونيشن عليها من بعيدة، بس انتبه انتبه منيح لتقلع لك عين شي واحد وانت عم تتدرب، اوعك ها، ولازم تكون الأرض فاضية وما فيها الدومري. يعني روح بلش تدريب من هلا؟ إيه ليش لا، ما في مانع، روح تيسر عمو، روح الله يهول لك. وينك عادل؟ تعال لك تعال، ابقى اشلح لي لبس هالصيد كمان، مو حلو منظرك وانت لابس لبس صياده وحامل بايدك باروده خرده تبع اولاد صغار؟ ايه حاضر عمو. ايه روح عمو روح تيسر. برافو عليك، يلا واحد اثنين 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 واحد اثن
شو الظاهر تعبت؟ اي والله كثير يا معلم. شو علي؟ لازم ترتفع لياقتك البدنيه. شو مفكر طلعه على الصيد هينه مثل طلعه على السيران؟ روح هلا روح روح انصرف لبيتك وسمعني صوتك وانت راكد. يلا لشوف وه لينح 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 لينح. بيصير بيصير. ايه بابا وشو سوى معك كمان؟ عم اقول لك خلكني يا ابي لعن افطاسي لسه نازل فيني تدريب وتمرين وركض وزحف ومحاضرات كاني بدي روح على العسكريه مو على الصيد. معلش بابا معلش الزلمه عم يعمل كل شيء مشان تطلع رجال شبك. يو ليش عادل مو رجال؟ انا الرجوله عندي بالصيد والصياد الشاطر صفات الرجوله مكتمله فيه. ايه حاجتك بقى يا حاجه دخيلك انت والصيد. يعني لو خليت هالولد يتعلم له شي شغله مو احسن له من هالعي كله؟ ام عادل بترجاكي لا تتدخلي بيني وبين ابني ها وخاصه بهالمواضيع. بدي اياه يطلع صياد يعني بدي اياه يطلع صياد صلى الله وبارك. طيب منين بدي يصير صياد ولهلا ابو رشدي ما خلاني ادقر باروده الصيد؟ معلش بابا معك معك بتدقرها. المهم هلا بدك تنفذ كل تعاليم وبدقه. بدي اياك مثل التلميذ النجيب احمد ربك استاذك ابو رشدي. ما صحيت لجدي. ماشي الحال نشوف شو اخرته. فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت. حاجي حاجي عادل يعطيك العافيه. بنغير الموضوع. مستعد الفحص ولا مالك مستعد؟ ولا يهمك عمي ابو رشدي مستعد. لا تنادي لي عمي الله يرضى عليك تنادي لي معلم. حاضر معلم. برافو اصبح سمعني لشوف طريقه صيد الارانب. الارانب تنصاد بالليل بنوجه الضوء على الارنب لحتى يشفل ويخاف ويوقف بارضه وساعتها بنقوس عليه. برافو عليك حافظ درسك. طيب شو هي الطيور يلي ممكن نصطادها وهي على وش المي؟ حجل. ولك انو حجل هاد؟ العمى شو مخك سميك؟ صرت عايد لك ياها 100 مره. وين مخك؟ عفوا عفوا معلم هلا تذكرت الطيور بتنصاد على وش المي هي الزرع والبط والوز. قوم قوم قوم. وشو كمان؟ والله نسيت ذكرني معلم. لك جاج المي والحباري شبنا. ما قلت لك انه الحبريه بتجوع وبتنزل على وش النهر او البحيره حتى تلقط سمكه منقوم نحن منجي بنصطادها؟ على كل حال بتكتب لي هالمعلومه عندك 100 سطر عقوبه لحتى تحفظها. فهمت؟ حاضر معلم. قلي لشوف شو هو الطير يلي بينصاد بموسم التين؟ عصفور التين. عال وبالربيع؟ الترغل. عظيم. وبالتلج؟ الشحرور. وبيوم الجلاء 17 نيسان؟ الفري. برافو عليك عم يتحسن مستواك. يعني صار ممكن اوس بالجفت معلم؟ لا لا لسه بكير عليك. بدك فت جفت بدك فت خبز بكير. يعني ما رح تطلعني معك على الصيد بعد بكره؟ مبلا رح اطالعك بس مشان تتفرج وبعد اربع خمس مشاوير إذا شفتك عم تستوعب منيح ممكن سلمك بارودة وخليك تقوس. على كل حال خلينا نرجع تأخرنا. امشي عمو امشي امشي لشوف قدامي. الله ملابس صياد جزمة جلدية طويلة حتى الركبة. ملابس صياد جزمة جلدية طويلة حتى الركبة. بنطال عسكري لونه خاكي فضفاض بالإضافة إلى بدريسة فيها أمكنة مخصصة لوضع الفشك ومن الخلف شبكة صغيرة لوضع بعض العدة وفيها مكان للموس والكبريتة. إن شاء الله عم تستفيد من برجلك بابا. شوفت عينك بابا قسم بالله أيام الفحص ما درست فيه كل هالدراسة. هلأ أنا بدي أفهم أبو رجلي ليش عم يتمقطع بهالصبي كل المقطعة هاي؟ ليش؟ شو هو بده يطالعه على الصيد ولا بده يطالعه على المريخ؟ معلش معادل معلش كل انسان له طريقه بالتعليم. انواع البواريد جفت بعينتين باروده 12 مليمتر باروده 9 مليمتر باروده اوتوماتيك باروده ماجنوم خاصه لصيد الغزلان باروده ستاندرد باروده سميث بندقيه جولد. ما قلت لي ابو رشدي بدك تطالع عادل بكره الصبح معك على الصيد ولا رايح لحالك؟ لا بدي طالعه وقلت له يمرق لعندي الساعه 5 اليوم الصبح
وان شاء الله رح تسلمه جفت وتخليه قواس. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ غر هذا بغو، عوده طري ما بيتسلم سلاح. انا رح اطالعه معي مشوار ليتفرج علي وبس، ليتفرج علي شلون عم صيد، وبعدين ممكن خليه يطلق النار، يعني بعد شي 10-15 مشوار على القليله. ايه ها هيك احسن، لانه الاحتياط واجب. ما بدك تحطي لنا عشاء؟ بلا تكرم عيونك، اللي تقبرني، شو بدك تتعشى؟ يا ترى بقيان شي من الوزه تبع امبارح؟ لا والله مو بقيان. والبطه؟ كمان مو صفيان منها، يعني الفريزر والبراد فاضيين، اذا بدك بحط لك شويه حواضر. امري لله، بتعشى حواضر، وبكره ان شاء الله رح ادرس لك الفريزر ترس، الطيور حجل، ووز، وبط، وارانب، وفري من غلة الصيد. بس ان شاء الله تكون زنود عادل قوية ليقدر يحمل معي الغلة. ستوب رح ستوب عيد ستوب رح ستوب عيد استريح استعد استعد استريح ضح ريشك. يلا يلا شوف احملها على كتفك. واقف لك محلك. المطرة جاهزة؟ موجودة معلم. الموس والكبريتة؟ هون بالجيبة. والبيل؟ بالجيبة دوراني. عظيم جدا الحاني لقلك. معلم يعني بدنا نمشي شي ساعة ونص. تعبت شي؟ لا لا ابدا، بس حبيت اسأل. برافو عليك، هلا بس نوصل لهديك التلة بنرتاح لنا شوية. شو بنرتاح؟ شوية شوية بنرتاح. امشي لهلا، امشي امشي يا حرق امشي. يا طيري يلي كل ما هطار زاد العنا والهم بيا، من يبتلي بحب البكار راحت علي العيش الهنية. تشرب؟ صحة علي. يا سلام سلم، لساتها المي باردة. شايف شو فاقت المطرة يا عادل؟ معلم حابب اسألك سؤال. إذا سؤال له علاقة بالصيد اسأل، أما ما عدا ذلك لا تسأل. لا بالصيد طبعا. معلم كنت حابب أعرف أنت من كم سنة بتطلع على الصيد؟ هو علينا من حوالي 30 سنة، يعني من لما كنت بقدك أو أصغر شوية. يا ترى دغري قوصت بالجفت ولا دربت مثلي بالأول؟ لا لا دغري، بس جيلنا نحن يا عادل غير جيلكم. جيلنا كان جيل جبار ومخنا كبير، كتير كبير مخنا كان، بعكس هالجيل هذا. هالجيل لا تأخذني يعني عادل. نعنوح وتشتوش وما بيستوعب بسرعة، ومشان هيك بده تدريب كبير. طيب انت بهالثلاثين سنة صدت كل شي ولا لسه في شي نوع من أنواع الطيور ما صدته؟ كل شي بيخطر على بالك صدته، لك صدت كل شي، صدت طيور وغير طيور، وما خليت شي يعتب علي ابدا الا الطير الحر يا عادل. شو هذا الطير الحر يا سيدي؟ هذا طير غالي كتير، يعني احيانا بيوصل حقه للمليون ليره واكثر احيانا، والصيادين الكبار بيستعملوه كمين ليصيدوا فيه طيور الجارحه والغزلان. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بيمسكوا الصياد وبيحطوا على ايده
بعد ما يربط له رجليه وعيونه وبيصير يدايقه حتى يطالع أصوات، وعلى صوت هذا الطير بتيجي طيور الجار حركيد مثل الصقر، النسر، الشاهين، وبس يقربوا لعنده بيكونوا هالصيادين عاملين لهم كمين وبيزتوا عليهم هالشباك وبيصطادوهم. يعني بيصطادوهم طيبين؟ ايه طبعا، لأنه سعرهم غالي كتير، وفي صيادة محترفين مثلي بيقوسوا على جناح الطير الحر وهو طاير، وبس ينزل على الأرض بيعالجوه وبيضمدوا له جرحه وبعدين بيبيعوه. طيب انت ليش لهلا ما صرت طير حر؟ آخ يا عادل آخ، هي حسرة بقلبي من 30 سنة، ولك ما خليت شي يعتب علي إلا اصطدته، ما عدا هالطير ما كنت أقدر عليه أبدا. بس وين بده يطير من إيدي؟ وين؟ إلا ما يجي يوم واصطاده. وعلى فكرة أنا نادر ندر إني بطل شغلة الصيد وأقعد بالبيت بعد ما اصطاد الطير الحر. ترك من إيدك، ترك البارودة من إيدك، لسه بتلعب فيها مثل ولاد صغار، هلأ بيطلع الضرب منها بدون ما تنتبه. يخرب بيتك وبيت بيتك، ولك ليش قوصته؟ لا لا تواخذني معلم، شفت شي طار بالسماء متقوصت عليه ورصاص؟ يخلع رقبتك خلع، شو مفكر حالك صرت صياد؟ العمى شو مجلوق؟ العمى شو ها؟ هالطير قوصت عليه؟ لك معقول؟ لك معقول؟ لك هذا الطير الحر؟ ولك ملك الطيور هاد؟ الطير الحر يا عدولة، الطير الحر يا عالم، واخيرا اجى لعندي برجلي. لك دخيل ربك على هالمنظر، انا دخيل ربك انا. الطير الحر يا عادل، الطير الحر ولساته عايش كمان. الضرب اجى بجناحه، ركود اوامي يا عدولة ركود، هاد قطن وشاش من الجعبة لساتك هون. ولك روح اوام. الطير الحر هذا، الطير الحر يقبرني يلي خلقك. ولك صار لي 30 سنة عم اطلع على الصيد وما قدرت صيده، قام هالغر هالفصعون من اول طلقة صاده. فعلا ان هذا من عزم الامور، الطير الحر، الطير الحر. بس وينكن يا جماعة؟ مو شطارة من عادل، بضل عادل تلميذي. الى كان يا طير يلي كل ما طار زاد العنا والهم بيا. وشايف حاله ونافش ريشه مثل ديك الحبش، ويا أرض اشتدي ما عليك يا حدا قدي. امرشدي بعدين، امرشدي بعدين، اسأليني اسأليني. شو أكره عليك شي؟ بقلك أكره علي شي إنه الواحد يطلع فيني من راس مناخيره ويحاكيني من برات بنفسه. ودخلك على شو؟ ما بعرف. يعني كمان أنت فيك البركة، معك حق. شيت مو معك حق، معك حق، لأنه ديكين على مزبلة وحدة ما بيجتمعوا. ديكين؟ مزبلة؟ شو قصدك؟ مو قصدي شي، فرط لي هالقصة بقى. ما بيصير يا أم رشدي، لازم تحكي. شو الحكيات؟ شلون هيك بتزدي كلام وبتشغلي لي أفكاري؟ وانت التاني ما بتقصر بحدا، مين ما شافك بيقول عنك مأنزع وشايف حالك. أنا؟ ايه انت، وين ما قعدت تفتح لي مسلسل أمجادك، ومتى ما استلمته للحديث ما بتعود تفلته. ايه صدقني صارت الناس تهرب منك وتتحاشى القعدة معك قد ما بتحكي عن حالك. أنا؟ ايه انت، يعني ما في بتمك حديث غير خيط لفلان وفصلت لطرمان، قصيت جاكيت للمسؤول الفلاني وعملت كبك لبنطلون المسؤول العلتاني. ايه والله الناس طقت من هيك حديث. ايه بس هذا الواقع يا ام رشدي، يعني انا ما عم جيب شي من عقلي. الله وكيلك لا عم كشت مسيح ولا عم بتبهور على الفاضي. ليش؟ لاني انا هيك فعلا، اسمي بالسوق صار خياط المسؤولين، هيك اسمي بالسوق صار. ويلي بيجيب معدلي غيران مني ما في مجال، ويلي مو مصدق يروح يسأل عني. أنا يا أم رشدي أكبر زبايني مسؤولين كبار وشخصيات مهمة بالبلد، وبإيدهم الحل والربط والأمر والزجر. لك بعرف، والله بعرف هالشي، بعرفه. بعدين فكرك قليلي هالشغلة. أنا شغلة إني أكسب ثقة المسؤولين بهالسرعة؟ ها؟ يعني فكرك مين من كانك بيقدر يوصل للي وصلت له انا؟ مين من كان؟
هلا ما شاء الله كان عندك كل هالمواهب وانا مالي دريانه. اي طبعا عندي، لكن ما عندي. ليش انت عندك شك بهالشيء مرشدي؟ لا ومو من هلا، من طول عمري وين ما انلحشت بيجي شك واقف على الرجلي. على طول انا موضع ثقة الناس الكبار وين ما رحت وكيف ما تفتلت. ايه الله يزيدك من نعيمه. مثلا بعسكريتي، ان شاء الله فكرك اني خدمت عسكريه هيك مثل رفقاتي، زحف على التراب وركض على الحجار وتدريب بطاقه الشمس. شلون قضيتها لك؟ قاعد بهالسكنه لافف رجل على رجل ومدلل على 24 ايراد. ليش؟ لانه كل الضباط كانوا يعوزوني. بتصدقي انه النقيب مارين يلي صيته ملي البلد ومنظره بطرح الحوامل وشواربه مثل شوارب المير بشير ونظراته مثل راسبوتين ومشهور بجفاصته، ايه شبه ما كان يرضى ياكل الساندويش الصبح الا من تحت دياتي. اقعد انا بقى ستي كل يوم الصبح لف له هالساندويشه ورستق له اياها وقول له تفضل سيدي ان شاء الله مجاري الهنا. هدول ناسي. إيه لكن خدي مثال تاني، الرائد هذا أبو مشهور يلي صار هلأ وتصور، مين كان يغسل له أواعي وجراباته؟ ليكون أنت. طبعا أنا، لكن مين؟ كان يستلم الأواعي مني نضاف مثل النفجة، مع أنهم يكونوا كاحتين من الوسخ والعرق والخمخمة، بس معليش مرجدي معليش، أواعي الرائد هدول، والزلمة عنده مسؤوليات مو فاضي يغسل. أقعد أنا نص النهار على حف وغسيل هيك حتى يرجع وبيض مثل التلج. امرجدي تصوري أنا امسكت أواعي الرائد بإيدي هدول، لو كان إلهم تم كانوا حكوا. بقى قليلي هاي امرجدي. كنت ورجيني مواهبك بطشت الغسيل تبعنا. بتصدقي يا أم رشدي؟ بتصدقي إنه بآخر عسكريتي ما عدت لحقت طلبات الضباط قد ما زاع صيتي هنيك إني شغيل ونظايفي؟ لك صرت أغسل أواعي الرائد وإجلي صحون لمرت المقدم وأطبخ لمرت العقيد وحفظ ابن العميد وبوي صباط اللواء. اللواء بذاته ما كان يرضى يلبس بوطه العسكري إذا ما أنا بويت له اياه. إيه لكن بوط لواء هاد مو بوط عسكري، وبتقلي لي مالك امجاد؟ هي هي امجادي ام رشدي. فعلا شي بيرفع الراس. بقى وين جاي جوز اختك يفوش علينا مثل الزيت على وش المي؟ يا ترى جوز اختك بيسترجي يبوي صباط شي لواء؟ فردي 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 واحده بس. إيه والله ما يمد ايده على جزمه شي لواء لحتى يرفسه رفسه يطيروا فيها. الناس مقامات يا أم رجدي، ورحم الله امرأً عرف حده فوقف عنده. بقى قولي لجوز أختك لا يحط نقره من نقري، أنا معاشر كبار الناس وياما ماري على هالراس. دخلك وينه هذا الخياط اللي هون؟ هلا بيجي، بيكون راح يسناول له شي غرض. تعال هون شوف. خير ان شاء الله. شو بيقولوا له هذا؟ شو اسمه؟ ابو رشدي. ويطول ليجي؟ لا لا لا، هلا بيجي. خير في شي؟ بايش عاوزينه يعني؟ مو شغلك. طيب شغلك وبس، ما دخلك. امرك. تفضل جار. شكرا حبيبي، شكرا. مرحبا ابو عصام. ابو رشدي ابو رشدي. ها ليك اجا، هذا هو. ارجع لشغلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيباتي. وينك لهلا؟ صرنا ساعة مستناك هون. والله شقعت، انت قلت لحالي فين فولات وزراف هون عند هذا. يا اهلا وسهلا ومرحبتين. يا اهلا يا ميت مرحبا. كاتب لنا على الباب سأعود بعد قليل. ويا ترى امتى هي بتكون؟ بعد قليل الله اعلم.
المفروض فيك تكتب امتى بدك ترجع لحتى نعرف اذا كان بدنا نستناك ولا لا. ايه الحق معك الحق معك هي بهي الحق معه. تاني مرة شرفوا سيدي شرفوا والله بلاش واقفين انتوا شرفوا تفضلوا. هذا محلك؟ ايه نعم الملك لله. عفوا ما تعرفت بالشباب انا. انا المساعد فتحي وهذا الرقيب ايمن نائبي. اهلا وسهلا. نحن من مكتب معالي البطبوف. يا مكتب معالي البطبوف؟ يا اهلين وسهلين ومرحبتين. يا ميت مرحبا، حلت علينا البركه. يا اهلا وسهلا ومرحبا، تفضلوا استريحوا استريحوا. وليش واقفين؟ يا رامز هات انتين كاسوس على الليمون اوام الله يرضى عليك. ما بدنا شيء ما بدنا شيء. ما بصير معقولة يعني. الله يخلينا اياك يا رامز. اوام يا رامز الله يرضى عليك. حاجة تصرخ ما بدنا شيء. قرب لقدامي حاكيني كلمتين لشوف. اتفضلوا اتفضلوا. ملحونة بشي لقمة؟ فولات صرف الله الوكيل قسما عظما. اذا دري معالي البطبوف انكم شرفتونا وما ملحتونا بده ينهز بده يزعل تماما. اتفضلوا ملحونة. بالامانة الفولات ملحوران والزيتات من عفرين. معلش معلش، نحن جايين بمهمة محددة، بدنا نحكي معك كلمتين ونمشي. ايه اذا هيك ما في مانع ابدا، معكم حق تماما. تفضلوا كل اذان صاغية. معالي البطبوف سمع عن شطارتك بالخياطة فناوي يفصل عندك بدلة. والبدلة له شخصيا؟ يعني لمعالي البطبوف؟ ايه طبعا لمعاليه. مو على عيني وعلى راسي، خدامين الأكابر نحن. خد هاي الكرت، بكرة الساعة 12 معالي البطبوف بيكون بانتظارك. بس اعمل حسابك على قياس واحد، معالي ما عنده وقت يقيس كل يوم والتاني، جلسة واحدة فقط، مفهوم؟ إيه معقول ولا هو هاي شغلتي، يعني معقول يفضى سعادته أو معالي. لا يا ساتي أنا ما بعزبه إلا بقياس واحد فقط. تكرم عينك. يا أهلا وسهلا ومرحبا شرفتوا. أهلين وسهلين. الله معكم. مع السلامة حبيباتي. مع السلامة يا نور عيني. معالي البطبوف سيدي الخياط موجود مشان القياس. حاضر سيدي حاضر. بأمرك سيدي. عم ينتظر. حاضر حاضر. عم ينتظر برا. حاضر. روح هلا وارجع الساعة 4. ايه ايه يسلم لي الوش الحلو. شو عليه برجع الساعة 4. يا اهلي وسهلي ومرحبتين. السلام عليكم. وعليك السلام. شو جاي قبل ترمك؟ لحقت تاخذ القياس؟ شو مجنونه انت؟ فجأة هسترنا؟ يعني معقوله مسؤول مهم مثل هاد اقدر اخذ قياسه من اول مشوار؟ فكرك راسا رح يضربوا لي تعظيم سلام يقولوا لي شرف شوف شغلك؟ زلمه الله يعينه 100 شغله براسه مو مثلنا؟ يعني ما قابلته؟ لا ما قابلته، قال اليوم عنده اجتماع مو فاضي. طالما مو فاضي ليش لحتى يلطعك على الفاضي؟ لك لا تقولي لطعني. شو لطعني؟ هلا الوقفه ساعه زمان مع الشباب عند الباب، بتسميها لطعه انت الثانيه؟ شو اسمها لكان؟ اسمها انه هالانسان كثير محترم، محترم فعلا، بيعرف الواجب وبيقدر الناس. يعني بعد ما انتظرت، قصدي بعد ما استرحت ساعة على الباب، بعت لي الحاجب وقال لي بكل احترام وأكابرية إنه سيادته رح ينتظرني ساعة 4 بالبيت. إيه لكان ناس بتعرف تعطي مواعيد دقيقة ومدروسة. لا 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 ماشي الحال ولا يهمك. مع السلامة.
أكيد وعدك الساعة 4. سيادة الحاجب وعدني بهالشي بعظمة لسانه، بس إذا مو فاضي ما مو مشكلة، ما بيفضى هاد سيادته. برجع بوقت تاني معلش. لا 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 مو قصة مو فاضي، بس سيادته بالقيلولة هلا وناطرينه ليفيق. قيلولة؟ برجع مرة تانية، قيلولة هي قيلولة مو ملعب يا سيدي. لا لا شو ترجع؟ لا تسمعنا شي كلمة، إذا فاق وسأل عنك وما لقاك بيعملنا مشكلة. لكن شو أعمل أنا؟ خليك منتظر، شو في وراك؟ ولا شي، شو في وراي؟ لا في شي وراي ولا قدامي، فاضي دخيلك. احترامي سيدي، صح النوم سيدي. اي نعم. لا لا ما في حدا ابدا، ما في. عفوا سيدي، ما في غير الخياط. ابرجدي ابو رجدي الخياط. اي موجود عندي سيدي. حاضر، احترامي سيدي. فوت معي لشوف. تفضل شرف، تفضل فوت. سيدي. نعم. دخيلك، بدي اتاكد منك، اكيد المعلم ضربني طلبني؟ فوت هلا، فوت مشيني. يعني عدم المؤاخذة، ذكر اسمي بلسانه، قال لك ابو رجلي. لك يا عمي فوت بقى. احتراماتي يا سيدنا. اهلين ابو رشدي. اهلا وسهلا. جاهز لتاخذ لي قياس البدله؟ الله يخلينا اياك يا سيدي، لو ما كنت جاهز يخلينا اياك. جاهز حالي. يلا شوف شغلك. سيدنا بتحبوا ناخذ القياس بشكل مباشر ولا نقدره تقدير اللي خلينا اياك؟ وكيف بدك تقدره؟ سيدي اذا مو حابين تزعجوا حالكم بالقياس، انا بختار واحد من الشباب يلي واقفين برا لا شغله ولا عمله، وقطعته بتكون من حجمه، من حجمه من قطعتكم، قطعته من حجمكم، وباخذوا القياس بدالكم. لا لا خاف ما يركز، فريد ماسورتك وقرب خذ قياساتك. يلا. حاضر سيدنا، الله يخلينا اياك. عفوا سيدي خليني اياك، ما بيزبط لي سيدي. ايوه نعم. انا ما حاتاخر سيدي، ساعه اكون عندكم. عفوا سيدنا لولو، يعني بخاف انه القياس وانتوا قاعدين ما يزبط. عفوا خلينا اياك. لو سمحتوا سيدي. Thank you.
يعطيكم العافية سيدنا. كل شيء جاهز. يخلينا ياك. السلام. أيوة. تحياتي. طيب. فورا فورا. هلا كل ما دق الكوز بالجره بتقلي بيعي اسوارها من اساورك، شو شايفني فاتحه صاغه انا؟ ولك كلها شغله كم يوم. بشتري القماش وبفصل الطقم لمعالي البطبف من هون، وبقبض اجرتي من هون وركيد على الصايخ، بشتري لك اسوار جديده. طيب ليش ما بتاخذ حق القماش من الزلمه؟ لا تقولي زلمه. شو هالملافس المشرشحه هاي؟ يو ليش هو مو زلمه؟ هذا مسؤول. مسؤول مهم كتير، شغلة فوقانية تماما. هلأ فوقانية ولا تحتانية؟ شو بيمنع تاخد حق القماش منه؟ عمل لك هو ما جاب سيرة وما أحلاني، وأنا عم بدخل معه بتفاصيل تافهة مثل هي. حق القماش ونوعه وإجرة الخياطة، هيك شغلات بنحكيها مع زباين الحش نشتي اللي بتجي لعندي، مو مع معالي بطبوف. لك شو بنام رجدي؟ انتي انت عينك تشوفني شلون انا عم باخد قياسه. وقف بنص هالصالون، فرشخ رجلي مشان اخد قياس البنطلون من جوا. انا مدت ايدي مثل نسيم، وبدون ما ازعجه غدرت واخذت القياس. ايه شو يعني؟ لا تقولي شو يعني ام رجلي، عيب. يعني فكرك معالي البطبوف لمين من كان بيسلم حاله وبفرشخ رجلي وبيخلي الناس تقرب عليه؟ هلا كل ما بيجي زبون مثل هاد. لا تقولي زبون ام رشدي، لا تقولي زبون. معالي البطبوف ما بينقال عنه زبون، افهميها بقى يا ام رشدي. شو بينقال عنه لكان؟ احترنا يا قرعة، منين بدنا نمشطك؟ قرعة؟ بسيطة، قومي هلا قومي. لك لوين بدي قوم؟ قومي فوتي لجوا الله يرضى عليكي، استناولي لي السوارة وأنا بوعدك بس أقبض أجرة الخياطة إني أشتري لك أحلى منها بألف مرة. بطبوف يا مسلمين يلي بنار الفرقة كويني. يا بطبوف يا مسلمين يلي بنار الفرقة كويني. ادفع اليوم بخيلك وسعفني يا ليلي، من كتر شوقي إليك ما بنام. قياسات معالي البطبوف، عرض الكتاف 70 سنتيمتر، مزبوط. طول السائل الجواني 55، طول السائل البراني 75 سنتي، مزبوط. محيط الرقبة ما شاء الله 55 سنتيمتر. امتداد العمود الفقري حتى بداية الوراك 60 سنتيمتر. تدويرة الكرش 110. اف كل هالقد بطبوف؟ طبعا معالي البطبوف هاد. اما شو بده يطلع لك طقم؟ طقم؟ آخ عم بتخيله لابسه. المهم تقبض. يعطيك العافية معلم. أهلين. إذا بتريد معي هلأ ماشي بدي فصلها بنطلون. ماني فاضي. طيب إمتى رجع لعندك؟ شو بعرفني إمتى ترجع لعندي؟ غطلك كم يوم ورجع.
يعني شي يومين ثلاثة؟ أكتر أكتر. طيب ممكن تعطيني موعد رسمي لحتى ما رح أجي على الفاضي؟ لك شو أعطيك موعد رسمي؟ ما لي فاضي لك أنا هلا. بدي وصل هالطقم هاد لمعالي البطبوف شخصيا. روح، ما لي فاضي أنا منوم. أيوة يعطيك عافية. الله يعافيك، الله معك. شي لساتك واقف هون؟ ما قلت لك الله معك الله معك الله معك. شو زبايني؟ وين ابو رشدي؟ شايفك سكرت المحل. ليش؟ في شيء غير؟ شو نسيان انه اليوم اجتماع اعضاء لجنه الحي؟ شو ما بدك تحضر؟ دخيلك انت واجتماعاتكم، مالك شايفني مشغول؟ لا بشو مشغول طالما سكرت المحل؟ شي قال بشو مشغول؟ انت بتعرف لوين رايح هلا انا؟ لوين يعني؟ اكيد رايح تودي الطعام لشي زبون. لك شو زبون؟ شو زبون؟ حسن ملافظك شوي. بتعرف انه هالطعم هاد لمعالي البطبوف شخصيا؟ ما بتعرف؟ لا ما بعرف. روح عن اذنك. ها يعني معالي البطبوف مو زبون؟ لكن شو؟ سعدان؟ هذا الطعم نحن منودي له اياه لما بيفطر. الله يعطيك العافيه. بس انا كنت حابب شوف معالي مشان بتشوفه بعدين. لاحق اليوم مو فاضي. مع السلامه. ايش وعليه، برجع بوقت تاني. شوفي وراي وقدامي، ما في شيء دخيلك. وان شاء الله سلمت الطقم قبل ما تقبض المصاري. ليكو التانية شو بتسأل ليكو؟ يعني معقولة فوت طالبة من المصاري من أول مشوار؟ شو بده يحكي علي ساعة أنت التانية؟ يعني ما طالبته. لك شو طالبه؟ شو طالبه؟ لك أنت فصيح جنينة يعني هسترنا؟ بكرة هو لحاله بيفرض جزدانه بناولني إجرتي على دوز بارة. معالي البطبوف هاد مو زبون، هاتي إيدك والحقيني. يعني حقنا مضمون، بس يعني الشغلة بدها شوية صبر. بقى ليش هيك أنت بصلتك محروقة؟ ما كنت أفهم أنا. اصبر لحالك. انا شو دخلني؟ شو دخلني انا؟ انا الصبر ما بيواتيني بنوب، ومشان هيك شوف لك طريقه تدبر راسك فيها وتجيب لي الاسواره اليوم قبل بكره. وهي عم فهمك بقلم نشره. يعني بدك تعطس عطس من مناخيرك مثل ما الله خلقك. فهمت ولا ما فهمت؟ فظاعه عن النسوان. لك ما عندهم كبير الا الجمال. اليوم مو فاضي، رجع بكرة. بس إذا سمحت يا ريت تسأل معالي أني ساعة إجي بكرة. هلا ما بقدر بسأله. أنت طلطل وقت بتلاقي حالك فاضي. وراك شي؟ لا أبدا، ما في شي وراي، لا وراي ولا قدامي. دخيلك. الله معك. الله يسلمك. يسعدني هالصباح ان شاء الله. ان شاء الله عاجبكم الطقس، الطقم يا سيدنا. أنو طقم؟ يلي حضرتكم لابسينه. شو بو؟ معكم حق تنسوا سيدنا، يعني شغلكم كثير الله يكون بعونكم، شو بدكم تتذكروا لتتذكروا؟ يعني صعب المسؤولية يا سيدي، مو هينة ابدا يعني. مولانا هذا الطقم يلي لابستينه يلي لابسينه يعني كان إلي شرف، شرف تفصيله وخياطته. تذكرت. يسلموا دياتك. الله يسلمكم يا سيدي ويخلينا ياكم ويديمكم زخر لهالوطن. إلهي إلهي سيدي مولاي نصيري وعضوضي، تجعل. شو بدك هلا؟ الحقيقة سيدي أنا بعت سوارة المرأة، يعني حتى اشتريت القماش الذي يلي كان يعني يلي حضرتكم مثل ما تقولوا هلأ لابسينه. يعني بتعرفوا والمرأة يعني عم ليل نهار نسوان بينهم ليل نهار، إنه يعني وين سيدي؟ لو سمحت. خلاص بعدين. يسلم لي العزمة أحلى. يسلم لي.
تقبر عظامي. شو ابو رشدي؟ كمان اليوم قال لك رجع بعدين؟ لا، اليوم ما حكى معي بالمرة. شو عمل معك لكان؟ دفشني وقال لي زيح من الطريق زيح. أخي يا برجدي، عينك تشوفه وهو عم يصرخ بوشي، يعني معبي مركزه والمسؤولية لابقت له تمام. فعلا يا هيك المسؤولية يا بلا. يعني لو خلق ليصير مسؤول مو هيك. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا بطبوف، يا معالي البطبوف. شو مهيوم هلا؟ والاسواره اللي بيعتني اياها امتى حترجع لي اياها؟ لا تسرعيني بالاسواره، قلت لك رح اشري لك احسن منها بس لا اقبض. ايش رح يهرب معالي البطبوف؟ فظاعه انت شو بتنقي؟ اصلا هو يلي بكمش الهرباني. بلا، إذا سمحتوا سيادة الحاجة، لأنه معالي هو قال لي، قال لي معلش كان قيلولة بس هلأ بيقدر يبقى معلش. مالا فاضي. احذري مين إجا يفصل عندي طقم اليوم. مين؟ رئيس المكتب السري. منو هاد؟ رئيس مكتب السري. شو ترشتي؟ شو بيشتغل هاد؟ لك وطي صوتك، وطي صوتك. لك ما كنتي تتعلمي انت؟ جاهله جاهله، قد ما علمتك ما في خواص. وينك؟ مو اذا بيجي رئيس المكتب السري بده يفصل طقم، اذا بيجي رئيس امريكا بذاته بيقول لك فصل لي طقم، اوعى تحلم، بيع لك اسواره من اساوري، افهمت؟ جاهله جاهله انت، جاهله. لك منين الله بلاني بهالمره؟ ما بعرف. عمر سيدي، انا يلي فصلت لكم طقم ال. لك شو ما بتفهم انت؟ صحيح يا سيدي ما بفهم. منين بدي اوصل لمستوى فهمكم وعلمكم؟ بس بتعرفوا سيدي، انا رهنت الماكينه مشان اشتري شقفه القماش يلي كان لي الشرف. لعم ضربك مع اخبار. لك شو دخلني انا بالماكينه والقصص مع التاريخ؟ صحيح يا سيدي انا غبي، يعني اذا بدي قارن حالي بمستوى ذكائكم وفهمكم بطلع غبي يا سيدي. بس بتعرفوا سيدي، انا القصه اني انا اشتريت من لك. بس لا بدك تشرحي القصه. انا عم وشي يسلموا لي الانامل يا رب، يسلموا يسلموا لا يسلم لي العز. فين صوتك الحلو الرنان؟ اخفف الاشجان عني انت سمير بين الخلان، ارتاح مع بالي وغني تم تم رم. عوافي معلم. اهلين. لو سمحت معي هلق ماشي بدي فصلها بنطلون. مالي فاضي، ارجع بعدين. بس انت قلت لي رجع لعندي بعد كم يوم، شو بدك تلعب فيي؟ واذا قلت لك يعني؟ واذا قلت لك حر انا؟ اخو مرأي شيء؟ قلت لك ورجعت بكلامي؟ ايه اما سمعه؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ ان شاء الله فكرني جاي خيط عندك ببلاش ولا جاي اشحد منك شحاده. اخي اتفضل لبرا وورجيني عرض كتافك اذا بتريد. اوف، لك عم تقلعني؟ تعمل الوقاحه. لك انت بتعرف اني انا بقدر اسكر لك هذا المحل وزدتك برا بالشارع؟ انت ولا نص نصيص؟ انت بدك تسكر لي محلي؟ ولك ولك ما بتعرف مع مين عم تحكي ولا؟ وما مين دخلك؟ ولك انا ابو رشدي، ابو رشدي انا خياط المسؤولين، روح اسال عني. لك انا بزماني اكل دفشه من معالي البطبوف ونعره من مدير المكتب الخاص وكف مثل فراق الوالدين من مدير المكتب السري وبوكس من معاون وزير الاعتماد وهالرسناني من وقتها ركب الطقم الجديد ولبطه من العميد مارين وجاي تحط راسك براسي. لك نقلع ولا نقلع ولا نقلع؟ لك لولو مشان الله لولو، الناس مقامات يا اخي. حذري مين سلخني كف اليوم. مين؟ سيادة البلاء الأعظم شخصيا. وفرحان بحالك كثير ما هيك؟ أما شو كيف؟ مثل فراق الوالدين. بس بتعرفي
شي بيرفع الراس. ليش؟ لأنه لما شخص مهم مثل سيادة البلاء بيتنازل وبيرفع إيده وبيضربني كف، معناها عم يتعامل معي الند للند وعم يرفع من مستواي كتير. إيه لك؟ يعني ارتفع مستواك بهالكف؟ إيه طبعا، حسب مستوى الموظف اللي عم يضرب. هلأ الكف من إيد مسؤول مهم مثل سيادة البلاء الأعظم، مثل كف من إيد شرطي ليكو التانية ليكو. الله يديم عليك. أنا طالع أنيق كتير، ومثل ما بتعرفي أنا ما بحب اللبس الرسمي، بس مدير المنطقة الجديد جاي لعنا لهون وأول مرة بيزورني بالبيت، لذلك لازم نستقبله ونقوم بواجبه منيح. دخلك؟ ما عرفت ليش جاي لعنا؟ والله ما عرفت، بس كل ما هنالك أنه طلب مني أنه أجمع له كل وجهاء البلد عندي بالبيت. وشو بده بالوجهاء؟ الله أعلم، بس هلأ بعد شوي منعرف كل شيء. منيه؟ ماني شايفة حدا. ما تقولي إلا وصلوا. يلا يلا جاي. يا أهلا وسهلا بسعادة مدير المنطقة، الله يعلم أنكم شرفتوا مضافتنا. شكرا يا مختار. يا أهلين. هذا مدفأ. حيا يا أخوان، أنا طلبت من الأخ أبو صلاح يجمع لي هالوجوه الطيبة عنده بالمضافة لحتى نقعد ونتساير بالحكي على راحتنا وبدون ما حدا يزعجنا. هذا البيت بيتكم سيدنا، نحن ما رح ننسى هالشرف طول ما نحن عايشين. شكرا يا أخي. بس يا ترى شو هذا الموضوع اللي بدكم تحكوا فيه يا سيدنا؟ بالواقع الموضوع بسيط كتير، وباختصار بعد يومين رح يشرفنا على البلد الأستاذ أبو النصر العلالي، ومثل ما بتعرفوا السيد أبو النصر مسؤول كبير بالبلد، والمفروض نعمل له هيصة وليصة واستقبال يليق بمقامه. ايه طبعاً طبعاً، هذا واجبنا يا سيدي ما في كلام، بس شو مناسبة الزيارة يا سيدنا؟ ما في مناسبة معينة، الزيارة روتينية عادية، بده يعمل لقاء سياسي مع جماهير المنطقة يشرح فيه التطورات السياسية اللي عم نعيشها داخلياً وخارجياً، وبمعنى آخر السيد أبو النصر هو موفد الحكومة لضيعتنا. وليش بدهم يشرحونا أنا بالذات؟ نحن فهمانين الوضع المضبوط. ايه بجوز، بس هاللقاءات السياسية عم تصير بأغلب المناطق والمحافظات، مو بس عنا بالمنطقة، وطبعاً كل مسؤول تكلف بمنطقة أو أكتر، ومن حسن حظنا أنه السيد أبو النصر طلع من نصيبنا، ولا شلون يا مختار؟ طبعاً طبعاً ما في شك، هذا أبو النصر العلالي. وبصراحة ما رح أخفي عنكم أبداً أنه في شوية استياء عام بالعاصمة من منطقتنا بالذات. شو هالحكي؟ استياء عام؟ ليش يا سيدنا؟ ليش لا سمح الله؟ عم بيقولوا أنه اللقاء الجماهيري اللي صار السنة الماضية بضيعتكم ما كان على مستوى الطموحات. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني ما كان في حضور شعبي، الحضور اقتصر فقط على الموظفين وطلاب المدارس، والباقي طنشوا وضلوا قاعدين ببيوتهم، وكأنه هاللقاء الجماهيري عم بيصير بالسنغال مو عنا هون بالمنطقة. ولهالسبب جانا كتاب رسمي بضرورة حشد كل الفعاليات الجماهيرية بهاللقاء هذا، خصوصي انه في بعثة تصوير تلفزيوني بدها تصور جماهير حقيقية متنوعة، مو طلاب مدارس وموظفين وشرطة. معكم حق سيدنا، بس عفوا يعني شو بدنا نساوي اذا الناس مو حابة تشارك بهذا اللقاء؟ يعني لا تؤاخذني، نغصبهم يعني نطالعهم من بيوتهم بالزور؟ طبعا ما في شيء بصير بالغصب، بس بالسياسة والمحاياة والمسايرة وفن الإقناع منقدر نطالع الناس من بيوتها ونسحبها مثل الشعرة من العجين ونتفشها على ساحة الاحتفال. وبصراحة هاي مهمتكم أنتو، أنتو وجهاء البلد، وأنتو اللي ممكن تقنعوا الناس بالحضور. طيب وإذا ما اقتنعوا؟ ما بيصير ما يقتنعوا، شو هالحكي هاد؟ مسؤول كبير وله هالوزن وعم بيزور ضيعتنا، فمو حلوة ما يلاقي حشود باستقباله، ابدا مو حلوه بحقنا. هي من جهه، ومن جهه ثانيه بدي التفاعل يكون على كل المستويات، رجال مع نسوان مع فلاحين مع طلاب مع موظفين. شو اسمه لقاء جماهيري لكان؟ خلص ولا يهمكم سيدنا، رح نعمل جهدنا نطالع لكم كل البلد اذا الله رد. البلد كلها رح تطلع، انا واثق من هالشيء، بس بحاله وحده. شو هي استاذ؟ اذا انتم كوجهاء طلعتوا البلد كلها رح تطلع، ولهالشي حابب أكد على حضوركم كلياتكم. ولا يهمك، ما حدا راح يقصر بإذن الله. ليش نحن منسترجي؟ معلش أبو صلاح كلمتك غالية، بس أنا بدي تعهد رسمي بهذا الشي. هاي الشباب قدامك بيتعهدوا لك على كيفك. ما بدي تعهد شفهي. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بعد إذنكم بتشرفوا بكرة الصبح لعندي على المكتب كلياتكم،
وبتوقعوا على تعهد رسمي بالحضور والمشاركة العفوية، وبهالصورة رح أضمن إنه ما حدا رح يتخلف عن المشاركة بهالعمل الطوعي. يعني كلمتنا ما بتكفي يا سيدنا؟ ضروري نوقع؟ كلمتكم على عيني وراسي، بس أنا بحب الأمور تكون نظامية. إذا حدا وقع التعهد وما حضر، شو بتعملوا معه؟ ما رح نعمل معه شيء، لأنه أولاً وأخيراً المشاركة طوعية، واللي بيحب يحضر من تلقاء نفسه أهلا وسهلا، واللي ما بيحب هو حر. خلص خلص سيدنا، من بكرة كل الشباب بيكونوا عندك بالمكتب، رح يوقعوا يبصموا إذا هذا بريحكم. أما هي سمعة، شو بده ياخدكم على الحفلة بالزور؟ وين صارت هاي؟ اسمه احتفال يا أم صلاح مو حفلة، احتفال. ما اختلفنا، بس هيك شغلة ما بتصير بالزور. وفي مثل بيقلك الكلب اللي بدك تجره على الصيد من ايده يضرب براسه وهو صيده. هلا ما لقيت يحلم هالمثل؟ انا عم اقول هيك مشان تفهم معنى الكلام وتكب الباقي. خلص خلص سكري على الموضوع، مو ناقصني هم، وحده اللقاء الجماهيري بكفي. ست هلا شو اتفقنا؟ موضوع المدارس عليكي ها؟ تأمر انا جاهزة. يعني بتنظمي لي طلاب المدارس بشكل لائق ومرتب، وبتعلميهم شوية أناشيد وطنية خارج المناسبة. بالنسبة للأناشيد الوطنية لا تحكي الهم، طلابي حافظين أكثر من 50 نشيد وبيزبطوا على كل المناسبات. عظيم. الشغلة الثانية اللي بدي ألفت نظرك إلها، ما بدي حدا من الأساتذة والأنسات يفركها قبل ما يخلص الاحتفال، لأنه بالعادة الأساتذة بيوصلوا الطلاب لساحة الاحتفال وبعدين بيكفوا مغيب. كمان هالشغلة محلولة أستاذ، لأني وقعت كل الأساتذة والآنسات على تعهدات خطية بالحضور والمشاركة من أول الاحتفال لآخره، وكل واحد بغيب بيتحمل مسؤولية غيابه. عظيم جداً. وأنت يا أبو سياح؟ مور معلم، باعتبارك شاعر المنطقة وخطيب السياسي بدي منك تجهز لي خطبة مطنطنة من كعب الدست، تخلي الناس تقوم ما تقعد، تنط ما تحط، وبدي صوتك يلعلي على آخر الدنيا، وقد ما فينك تجعر اجعور وسيطر على العالم بجعورك. ايش علي؟ ولا يهمكن سيدنا. وانتبه على صوتك من هلأ ها، اوعك تاخد برد أو تشرب شي بارد بعدين بتنبح، وإذا في عندك شوية سكر نبات سفر لك كم سفة قبل الاحتفال بيكون أفضل. ولا يهمكن سيدنا، أنا صوتي بيعمله ما خيبني، وخصوصا بهيك مناسبات. بقى شو رأيكم اكتب لي هيك قصيدة ترحيب بالضيف كبير؟ ما في مانع، بس تكون قصيرة ومختصرة، ما بدنا نملله لأبو النصر، حاكم هذا خلقه براس مناخيره، هيك قالوا لي. أصلاً زيارته لضيعتنا كلها رفعتها. وأنت يا بطاح، بدي إياك تضبط لي ساحة الاحتفال، بدي إياها تكون كلها تحت سيطرتك. حاضر سيدي، بوعدكم إنه أنشر عناصري حوالين الساحة من الصبح. ما بكفي هيك، بدي تنبه عليهم يفتحوا عيونهم على الآخر، مو يلتهوا بالاحتفال والتسفيه وينسوا شغلهم. واهم شيء انهم ما يخلوا حدا يقرب من ابو النصر ولا باي شكل من الاشكال ومين ما كان يكون، لانه معلومه بكره الناس بتتشاطر وتتكوش حواليه. هذا اللي بده يسلم عليه، وهذا اللي بتحش له ورقه بجيبته، وهذا اللي بده يطلب منه طلب، وهذا اللي بده يتصور جنبه، الى اخره من هالسؤالات. بقى هالمظاهر هاي كلها ما بدي اياها، ما بدنا نزعجه للزلمه. حاضر سيدي تؤمر. وشو صار بالخطاط؟ اللافتات جاهزة ولا لسه؟ سيدي اللافتات جاهزة، بكرة رح نبلش التعليم. عظيم جدا، معناها موعدنا بكرة الصبح بالساحة مشان نعمل ترتيباتنا النهائية. وهلأ تفضلوا يعطيكم العافية. أهلا معلي. السلام عليكم. الله معك. ست هالة، خلي طلاب المدارس وقفوا هون بهالقرنة هي. شو رأيك تحملهم إعلام وبوالين وزمامير؟ ما في مانع، بيكون أحسن، بس على شرط يكون التزمير بإعاز رسمي مو بشكل عشوائي، ما بدنا تضيع الطاسة. اي طبعا طبعا بتأمر. أبو وضاح. نعم. الموظفين بوقفوا بهالقرنة هي، وجهاء البلد بزاوية ثانية. حاضر سيدي. وأنا وين بدي أوقف معلم؟ أنت شو رأيك؟ اختار محل بيناسبك. يعني أنا هيك بدي شي محل عالي مشان صوتي يوصل لأبعد مدى. محل عالي؟ محل عالي، لكن المشكلة إنه هالقرنة هي ما فيها محل عالي. طيب شو رأيك سيدي نجيب له شي برميل فاضي يوقف عليه؟ لا لا ابو الضاح، مين حلوه بنوم؟ شو هي برميل؟ ما حلوه يا ابو صياح، استقبل ابو النصر من فوق برميل، بعدين منظر البرميل منظر مو حضاري. طيب شو رايك سيدي نجيب له سيبه يطلع يخطب من فوقها؟ كمان مو حلوه، انا رايي نجيب طاوله يوقف وراها ويخطب. والمصيبه ما عدنا نلحق نستعير منبر من شي مركز ثقافي، شو رايك انت يا ابو صياح؟ بيمشي الحال سيدنا بيمشي الحال، انا صوتي قوي مو مهم تنزع بالعالي. عظيم،
اصبح يا ركان بتروح لعندي على المكتب وبتجيب طاوله وبتجللوها بشرشف اخضر وصلى الله وبارك. حاضر سيدي. ها هي الجماهير قد زحفت، ها هي الحشود قد اقبلت، ها هي الساعه قد ازفت. ان الحناجر لتصدح والقلوب لتفرح والمشاعر تسرح وتمرح. اهلا بضيف بلدتنا الكبير، اهلا بابي النصر. أن النصر آت لا ريب فيه، فلتسمع كل الدنيا فلتسمع. لن يركع منا طفل يرضع، لن يركع منا طفل يرضع، قسما بالهاون والمدفع، قسما بالحقل وبالمصنع. أحلف بسماها وبتربها، أحلف ببيوتها وأبوابها. الجماهير الحاقدة الحاسدة، أيتها الحشود الهائجة والمائجة، نترك الكلام الآن لضيفنا الكبير والمسؤول الخطير السيد أبو النصر العلالي، فليتفضل مشكورا. تفضلوا سيدنا. إن شاء الله بدك ياني وقف وراء الطاولة وأخطب الناس. الرأي رأيكم سيدنا، وين بتحبوا تخطبوا؟ ما بعرف، ليش مو عاملين منصة عالية؟ كل مرة بتقصروا بشغلة وآخرتها معكم يا أخي. سيدنا أنتوا أمروا ونحن ما علينا إلا السمع والطاعة. شو أمروا؟ وين بدي واقف أخطب؟ سيدنا شو رأيكم تطلعوا على الأسطوح؟ لا شو أسطوح أنت التاني؟ شو شايفني بدي أحكي من فوق الأسطيح؟ سيدي والله ما بعرف شو بدي أقولكم. ماشي الحال. لقيتها، جيبوا لي هالرافعة هديك، بدي ألقي كلمتي من السلة. أنو سلة سيدي؟ أنو سلة يعني سلة الكهرباء. معقولة سيدنا تطلعوا تلقوا كلمة من السلة؟ وليش مو معقولة بقى؟ ولا ما بدك ياني تعلى مراتبي؟ يلا جيبوا الرافعة لهون بسرعة. حاضر سيدنا. أبو الضاح تحرك جيبوا الرافعة لهون يلا. حقوني. هلأ ما لقى محل يخطب منه غير فوق رافعة الكهرباء؟ هو هيك بيحب الأنزعة، دخيله ودخيل أنزعته. منيح هيك سيدنا. ما بترتفع أكتر؟ ما بترتفع أكتر يا إبراهيم؟ لا يا سيدي، هي أعلى شيء. إخواني أهالي بلدة وادي الحرادين الكرام، يسعدني ويطيب لي ويلذ للمرء أن شو هاد؟ لك شو هاد يا مدير المنطقة؟ لا تخافوا سيدنا لا تخافوا، أكيد هدول مهربين. مهربين؟ نسلوني نسلوني بسرعة عوام، نسلوني. كملوا سيدي كملوا، شغلة عادية. عم قلكم نسلوني، نزل الرافعة بسرعة عوام. أمرك سيدنا، نزل الرافعة يا إبراهيم. سيدي ما عم تنزل. لك شو عم تقول؟ شلون ما عم تنزل؟ هلا ما كان فيها البلا، بالظاهر علقت. علقت؟ لك سيادته بده ينزل، قسما بالله بعلق بشرتك هون بنص الساعة، نزلها بلا مسخرة. أمرك سيدي أمرك. لك شو صار معكم؟ ما تنزلوني. يلا سيدنا يلا رح ننزلك، بس يمكن رافعة معلقة شوي. معلقة؟ يا حبيبي أحسنين. سيدي طولوا بالكم وتزرعوا بالصبر. ما بدي اتزرع بشي، قسما بالله إذا ما نزلتوني راح تتحاسبوا كلياتكم. يلا لشوف اخلي لي الساحة فورا، ما بدنا سياتو يصير فرجي. حاضر سيدي حاضر. يلا يا جماعة خلص المولد، كل واحد على بيته أحسن ما شغل العصاية. ها بسرعة لشوف. اسمعوا على الحكي، شلون خلصوا لسه ما بدي؟ أنا بعرف. هل اجت الحزينة تفرح ما لقيت لها مطرح؟ هلا تحركوا من هون لحتى ياخذوا وحدي. يلا نشوف.
لا سيدي ما حزرت، بدنا نضل واقفين هون بدنا نتفرج. لك تحرك انت وياه احسن ما دب الصوت. يلا نشوف ولا تحرك ولا شوف تحرك. بلا لنا يا الفرجه امشوا. ولك شو عم تقول؟ وين على الاهل؟ على الرافعه؟ العم بقلبك شلون على الرافعه؟ وشو طالع على الرافعه؟ العم على الفضيحه يا شماتة رفاق القياده فيه. اسمع لعملك، انا راح ابعث لكم فني رافعات بسيارتي وهو بيتكفل بالموضوع. خبرني شو بيصير معك اول باول. الله معك. العم بس بدي افهم شو طلعوا على الرافعة. ولك عجل انت وياه شوبت. والله الاخرب بيوتكم والله كلياتكم. انا يصير فيني هيك؟ انا اتبهدل هالبهدله بضيعتكم؟ اضيعت اللي الحردين قال. والله انتم الحردين ما في غيركم. طولوا بالكم سيدي الله يخليك. ولايمتى بدي ضل معلق فوق؟ سيدي بعد شوي رح يوصل الميكانيكي. سيدي شو رايكم طالع لكم اكل بالحبله؟ اكيد بتكونوا جعتوا هلا. اختك ام صياح سيدي عامله طنجره ملوخيه على كيف كيفك. ها ولك ما بدي اتزهرم شي هلا. هلا وقت الاكل انت الثاني. الو نعم اهلين. لا لا الحمد لله صحتي تمام ومعنوياتي عاليه. اطمنوا طبعا راح نطلع على اتصال. الله معكم. العم انطبلت الدنيا بقصتي. لك يخرب بيتكن وبيت بيتكن شو حوش. اكيد وصل ميكانيكي. هذا هو وصل ميكانيكي سيدنا. لك ما بيهمني يوصل، بيهمني انزل. السلام عليكم. لا سلام ولا كلام. بسرعه يلا تحرك. وين الرافعه؟ لك ليك ما لك شايفه قدامك. خلصتي؟ ولك هون هون مالك تعصصني؟ صلحها بسرعة خليني انزل عوام. الحقيقة يا سيدنا انا اسف كتير. لك شو اسف ولا؟ سيدنا هالنوع من الروافع ما بيتصلح الا بالورشة. انو ورشة ايه؟ ورشتنا سيدنا بالمنطقة الصناعية. لك شلون بدنا ننضرب على قلبنا ونروح على المنطقة الصناعية؟ سيدنا انا بقترح تمشي فيكم السيارة على مهلة هيك حتى تصل على الورشة. انا ما عندي غير هالحل. ولك يحلوا رقبتك الهي. شو بدك يعني يصير فرجه للعالم؟ بس مو الحق عليك، الحق على الفهيم يلي بعتك. سيدي شو رايكم نرمي لكم حبله تربطوها بالسلم من فوق وتنزلوا فيها على مهلكم؟ شو تفضلت يا مختار؟ شو تفضلت يا بطيخ؟ حبله؟ انا انزل على الحبله؟ لك شو شايفني طرزان قدامك؟ سيدنا شو رايكم تقربوها على الشجره بعدين تنطوا من الشجره على السلم من السله على الارض؟ سيدي ابو وضاح قصده من السله على الشجره بعدين من الشجره على الارض. ايه ايه سيدي هيك. لك شو الفهم انت الثاني؟ انا بدي اتعربش على الشجره؟ لك شو شايفني سعدان قدامك؟ ولك منين بتجيبوا هالحلول الخنفشاريه؟ العمى الرئيس مغفر. سيدي بنجرب ما في خساره المساله. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي الحال جربوا لشوف. يلا شباب قربوا السياره لهون بسرعه. يلا خلصني. واقف يا ابراهيم واقف واقف. نطوا سيدي نطوا تفضلوا نطوا. ولك ينطوا ببطنك قرد ان شاء الله. لك شو شايفني شمبانزي قدامك؟ مالك شايف العروق شلون طريه؟ ولا مفكرني فراشه حتى هدي على اوراق الشجر؟ طيب سيدنا شو رايكم نمشي بالرافعه لعند هذيك البحيره اللي هني؟ ايه وشو بدي اعمل عند البحيره؟ سيدي بتنطوا شك على البحيره ونحن بنسناولكم. ومين قال لك اني بعرف بسباح؟ ايه انا بغرق بشبر مي. طيب خلينا نقرب الرافعة على عمود الكهرباء. أوعولك أوعى حدا يقرب شيها. اتصلي بالتليفون بقوات الطوارئ وفرقة العناكب البشرية وهنن أكيد بيلاقوا الحل. بيلاقوا الحل هنن مو أنتو. سيدي شو رأيكم نجيب حرام كبير ونكمش كل واحد من طرف وانتو بزدتوا حالكم عليه؟ ما بقدر يا أخي ما بقدر. معي هشاشة عظام وبخاف انفكش. حافظ رقم فرقة الطوارئ يا رئيس المخفر. خلاص خلاص سيدنا ما في داعي لقوات الطوارئ يمكن راح تشتغل. افتح لنا افتح لنا.
عامل لك اكل زئ مرتب. وان شاء الله ما صار له شيء. اسعفوه على المستشفى بس طلعت اصابته خفيفه الحمد لله نفد. ايه هو كمان الحق عليه ضروري يدخل زق فوق الرافعه. شو بيعرفني بس الله يستر ما يعملنا شيء فيلم بعد ما يطلع من المستشفى. ليش انت بده يطلع؟ والله ما بعرف بس بكره نازلين نشق عليه ونستسمح منه. الله يتلطف فينا يا رب. امين يا رب. الحمد لله على السلامة يا أبو النصر. الله يسلمك الله يسلمك. قسما بالله يا سيدي ما نمت الليل من انشغالي عليك. بسيطة بسيطة حصل خير. على كل حال سيدي اطمن الموضوع ما رح يمرق هيك. أنا حبست شوفير الرافعة ومدير المرآب ومدير الكهرباء وكل من له علاقة بهالمصيبة وهلأ أنا حاطته رهن التحقيق. لا لا أوعك شو هاد لا تحبسوا حدا منوب. وإذا كنتوا حبستوهم فوراً تطلقوا سراحهم. ليه سيدي؟ ما هن المسؤولين عن المصيبة اللي صارت معكم. ومين قالكم إنها مصيبة؟ شلون سيدي؟ ما فهمت. بالعكس يا جماعة أنا استمتعت كتير باللي صار معي. استمتعتوا سيدنا؟ جداً لأنه بالفعل الاختلاط بالناس مصيبة بس شوفت هالناس عم بعد ومن فوق يا أخي غير شكل. مثل ما عم قلكم من فوق غير شكل. شو الميزات يلي انتو بتقدموها للناس اه؟ بخصوص شو؟ بخصوص الموبايلات. ميزات كتيرة ليش ما بتعرفها؟ انا بعرف نص الميزات مو كلياتها. عنا ميزة الانتظار يعني اذا اجتك مكالمة بيطلع عندك على الموبايل صوت واشارة صغيرة بتدل على انه في مكالمة تانية جايتك. كتير حلو شي ناهي. وغيره يا ترى؟ وفي عندك بطاقة يا هلا يعني بتقدر بواسطة هالبطاقة تحكي لوقت معين لحتى تنتهي صلاحيتها. هذا في حال كنت مستأجر الخط أجار. كتير عظيم شي ناهي. حلوة كتير هالميزة. وغيره؟ عندك ميزة التسجيل الصوتي وميزة الأغاني وميزة الصفر الدولي وميزة الرومينج الدولي الإقليمي. والله شي حلو كتير شي ناهي. غيره؟ عمو هاي نشرة بالميزات ممكن تقعد بالبيت وتقراها على مهلك. وهلا ممكن تعطيني الرقم؟ انو رقم؟ رقم موبايلك. اسمعوا على الحكي لك مو لا اشتري الموبايل بالاول. اعطيني الرقم. شو صار بالموبايلات بعتنا ورا الصيانة؟ لسا ما خلصوا قال بدنا لبعد بكرة. وليش لبعد بكرة؟ مو على اساس مهندس سمير بده يجيب لنا هون بكرة. صحيح بس قال مضروبة فيهم قطعة بده يجيبهم من بيروت. بدك الصراحة يعني بلشت اتضايق من المهندس سمير. صحيح شغله كويس بس مواعيده مخربطة. خلص روح كمل شغلك. اهلين انسة سلا. نور المحل والله. طفي الأضواء يا احمد. كيفك شو اخبارك؟ ماشي الحال. قليلي شو بقدر اخدمك؟ بصراحة انا مليت من موبايلي حاسة حالي حاملة برتقالية مو موبايل. اعوذ بالله شو عم تحكي انتي؟ موبايلك من النوع الفاخر كتير وكل الصبايا طاير عقلهم فيه. بعدين لساته جديد يعني ما صار لك حاملتي شهر على بعضه. ايه بس بطاريته عم تفضى امام. طيب وما عم تشحني بين المكالمات؟ لا لانه غالبا بكون برات البيت. طيب عفوا شو طلبك هلا؟ بدي موبايلي ينشحن كل 10 ايام مرة. اسف انسة سلاف يعني هذا الموبايل لسه ما اخترعوا. هلا معقول ما اخترعوا هيك شيء لحد هلا؟ شايفي على التخلف. طيب اعطيني مجموعه كفرات او وينك رح رجع موبايلي واعطيني موبايل جديد وحساب الفرق عليه. وشو النوع اللي بترغبي؟ مثل يلي معي بس احدثها. بس يا انسة اللي معك احدث موديل. طيب اعطيني واحد ما له كاميرا لان الكاميرا ما لها طعمه وانا عندي كاميرا ديجيتال. طيب على عيني رح اعطيكي موبايل انا شخصيا بستخدم مثله. اعطيني رايك بهالموديل. طيب ما بو شي اصبح قلي قديه سعره حتى ادفع لك حقه. وموبايلي رح اعطيه للفايتنا لان هي بتحب التصوير كتير يعني اذا شافت تملي بتصورها. هذا سعره الك ها 27000. مو غالي شوي؟ صدقيني ما ربحت منك ولا فرنك. انت زبونتي ولو. ماشي يا احمد اعطيني من هاد بالعلبته مع كيس بسرعه.
شاء الله ألف مبروك. تتهني فيه. ميرسي. بس اشحنيها. أوكي خلاص ميرسي باي. أهلا وسهلا ومرحبا. أعطيك العافية أبو الشباب. أهلين وسهلين عمو. هون محلات منير للموبايلات. وصلت. السلام عليكم. لك شلونك عمي؟ شلون الوالدة؟ شلون الوالد؟ شلون العيلة كلياتها؟ إن شاء الله بخير كله. الحمد لله بخير. حضرتك بتعرفني شي؟ لا والله ما بعرفها. بس إنه تعرف أخي، ليش لحتى ما نتعرف؟ شو المانع؟ المهم عمو أمور. ما يأمر عليك ظالم. يا سيدي بالمختصر أنا اسمي أبو هشام الدغشي، ومبارح أنا وخالتك أم هشام المدام يعني مرتي قررنا بعد التي ولتي والأخذ والعطاء قررنا نجيب موبايل. بقى حبيبي بدي منك، وأنت صاحب الذوق والمفهومين، بدي منك موبايل بس يكون شغلة فوقانية كتير، لأنه طالما صارت وصارت فلازم أقتني موبايل تقيل، وإذا ضربت وجيح أوعك، هيك بيقول المثل، ولا شلون عمو؟ مزبوط عمي مزبوط. على كل ولا يهمك، كل الموبايلات التقيلة عندي. شوف القطعة هاي، هاي القطعة بيسموها الإمبراطور. إمبراطور؟ ها؟ والله حلو اسمه. هاي أحدث قطعة نزلت على السوق. أيوة. أول شيء فيه كاميرا وفلاش وكلاسيكي وأكابري وشاشته لمس، وبيشتغل كمان أورجنايزر، وأهم من هيك فيه بلوتوث. بلوتوث؟ ها؟ طيب اتفقنا، قديش بدك تحسب لي هذا؟ هاد راح أحسب لك يا إلك، ها، وما أعطيت هالسعر لغيرك. 36. 36 شو؟ 36 ألف. يا حبيبي 36. لا عمي لا عمي، أنا مالي هون من شو 36 ألف. طيب إذا بدك في عندي أرخص، عندك مثلا الباندا، هاي قطعة عملية وأكابرية وأثبتت جدارتها بالسوق، وعندك كمان الغسالة، كمان هي قطعة حلوة ومطلوبة، وعندك الدولاب، وفي عندك راغب وكاظم وأصالة، وإذا بتنتظر شوي جايين الروبيها، وإذا ما بتحب هاي الموديلات عندك الأملس والأبرش والأبلق والشخشير اللي ما فيه. شو ها؟ وقديش أسعارهم هدول؟ يعني هدول بدك تحكي من العشرة أنت وطالع. ولي دخيلك يا ميتي. لا لا حبيبي لا، أنا مالي هون منوب. طيب عندي موديلات تانية ولا يهمك. شو هي يا ترى؟ عندي موبايل الرهيب والسكودا والشرعي والرياضي والحبيب، كل هالموديلات عندي. طيب دخلك هذا موبايل سكودا قديش حقه؟ يعني هذا رح احسب لك يا إلك، ها، 3000. شو بثلاثة؟ ولي أنا مالي هون منهوب عمو. طيب شو بدي أعمل يا عمو حتى تصير هون؟ اسمع عمي، أنا دبساتي مراق وعظمي طري، بقى لا تجور علي منوبها، بنوبك سوابي. طيب قديش تقدر تدفع حضرتك؟ يعني شغلة 700-800 ليرة إذا شقت حالة. أصبح مالك غير الشحاطة أو القرش. حلو كتير، شي ناهي هذا الكلام يلي بينسمع. بس السؤال هون، أنو أحسن يا ترى؟ الشحاطة ولا القرش؟ عم حلفك بضميرك، ها؟ لأنه أنا ما بحب الغدر النوم، ما بحبه. عمي، أنت لا رح تنغدر ولا شي، أصلاً اتنين مثل بعض، واتنين مو محرزين حكى فيهم، وبكل الأحوال أنا ما عندي هون هون بالمحل، إذا بتحب مرق بكرة الصبح كون أمنت لك ياهم. أيوة. قلت لي يا المشاية يا القرش، مو هيك؟ القرش، ايه نعم. حلو كتير، شي ناهي، معناتها أنا هلأ مهمتي اسأل هون ودقدس وبحبش وفتش حتى شوف الأفضل. على كل حال وينك عمو؟ انت عطيني رقم تليفونك وأنا رح أدقلك حتى أقلك شو رح يصير معي. ايه تكرم تكرم عمو، هاي كرت المحل وعليه رقم موبايلي كمان، تفضل. يسلموا هالإيدين، ممنونك كتير، سلام عليكم. أهلين سهلين، شرفت عمو. أهلين أهلين. أمان يسلم على الأهل، ها؟ ماشي يلا، السلام عليكم. أهلين. يا أمي شو مات؟ منير كل الاتصالات. أيوة. ولك إن شاء الله يقبرني هالصوت، تسلم لي شو حنون. مرحبا سيد منير، أبو هشام يتكلم. أهلين عمو، أمور. شلونك عينتيني؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. شو أخبار الأهل؟ إن شاء الله مناح؟ والله وكيف الوالد والوالدة؟ إن شاء الله بخير؟ الحمد لله عمو، الحمد لله.
وشلون الشغل؟ ان شاء الله في حركة بالسوق. يا سيدي الحمد لله على كل حال. وشلون الصحة ان شاء الله تمام؟ ابو هشام امرني. ابو هشام شو بتريد؟ اخي امشان القرش والشحاطة سألت كتير وما حدا فادني انو احسن. بقى شو نعمل هلأ يا حزرة؟ والله ما بعرف شو بدنا نعمل يعني. ها انا بقول لك شو رح نعمل. الشغلة صار بدها قعدة على رواق، شو رأيك بقى تجي لعندي؟ انا رح احط ابريق الشاي على النار على بين ما توصل. ها ولك عمي شو اجي لعندك ما اجي لعندك وشو ابريق شاي؟ صدقني القصة كلها مو مستاهلة وانا مالي فاضي. طيب ها والحل بقى؟ خلاص عمي خد الشحاطة، موديل الشحاطة منيح وعملي. امرك سيد منير امرك. اذا كنت انت حابب تعطيني الشحاطة بناخد الشحاطة. الله معك، مع السلامة عمو. الله معك. احمد اعطيني حبة بنادول من عندك. الو نعم. شلونك حبيبي؟ شلونك عين تاني؟ شو اخبارها؟ اهلين ابو هشام. شلون البابا والماما؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، بيدعوا بسلامتك. وشلون القرايبين كلهم؟ مناح مناح ماشي الحال. متجوز انت ولا عزابي؟ يا درسان قول. اذا كنت متجوز تتهنى فيك مرتك شو محظوظة، واذا كنت عزابي الله يبعث لك. ابو هشام امرني امرني بترجاك، انا ما عندي وقت. لك ما يأمر عليك ظالم عين تاني. ايه سيدي امبارحة شفت جاري وصديقي ابو محمود، ويمكن صار لي ما شفته بالعين اكتر من سنة، يعني من وقت ما طلعنا سيران على الشادروان. عمي ابو هشام اختصر اختصر، ما عندي وقت، عبسوق انا عبسوق. اخي باختصار ابو محمود انا يعني بسمع لرأيه كتير، قال لي ما لك مصلحة بالشحاطة. وليش بقى ما لك مصلحة؟ قال بكرة الناس رح تقول انه ابو هشام الزلمة المعتبر والمقدر عم يحكي من الشحاطة، ورح اصير علكة بتم الناس. بزمانه ابن حماي سعده مكوك، لاني متجوز انا من بيت مكوك، غلط غلطة صغيرة بحياته. عمي الله يخليك بترجاك اختصر وقلي شو بدك مني بالضبط. شو رأيك اخذ القرش؟ مو ارتب لي واقدر لي؟ مثل ما بدك، القرش القرش. لا مشان عمري. طيب وينك؟ خلينا نحسم الموضوع ونضل على القرش. مثل ما بدك، الله معك الله معك ابو هشام، عبسوق انا. استغفر الله العلي العظيم على هالعلقة. منير كل اتصال، شو بقدر اخدمك؟ نهارك مبارك عين تاني. اهلين ابو هشام. شلونك حبيب قلبي؟ شو اخبار البابا والماما؟ وينك؟ اذا كانوا طيبين الله يمدلك بعمرهم، واذا كانوا متكلين فالف رحمة تنزل وتبشبش البلاطة. بترجاك ابو هشام بترجاكها تدخل بالموضوع لانه عندي شغل كتير. ايه الله يفتحها بوشك كمان وكمان. شلون الحركة بالسوق؟ طمني ان شاء الله منيحة. ابو هشام شبك شبك، خلصني بقى وبعدين معك. طيب طيب لا يطلع خلقك علي. شبنا لك يسلمني النرفوز الصغير. والله انا ما بستاهل. ليش يا حزرك؟ لاني انا كمان عم بحكي معك بالشغل. ولك يا اخي امور بيضة بيضة بقى لها جوهر وخلصني، شو بتريد؟ بصراحة الصراحة شو عم تقلي ام هشام؟ عم تقلي يعني انه مالي مصلحة بالقرش؟ وليش بقى مالك مصلحة؟ قال بعضني. استغفر الله العلي العظيم على هالزلمة. وينك سيد منير؟ انا عم بمزح معك والله عم بمزح، بس قالت لي ام هشام انه القرش ما بعرف يعني دبج وما بيحملوه غير شوفيرية التكاسي والمكاري. لا حول ولا قوة الا بالله. طب انا شو بقدر ساوي هلا؟ لا جنني ابو هشام. اخي ما في حواليك هيك شي موبايل مرتب غير يلي قلت لي عليه؟ ولك فهمني يا ابو هشام يا عيوني، يعني ب700 ليره شو بدي لاقي لك؟ الله يرضى عليك ويخلي لك والديك، انا دلوني عليك لانك ابن حلال، وبيني وبينك يعني انا حالتي والله مو متحمل منوب. طيب طيب خلص خلص خلص،
انا رح اعطيك من عندي موبايل الضفدع، هذا موبايل كتير مرتب وعملي ورح اخسر لك فيه كمان. انبسطت هيك؟ ولك رو الرو الله لا يحرمني منك يا حق، وان شاء الله الخساره يلي رح تخسرها بتتعوض لما بشتري من عندك موبايل لام هشام. شو ام هشام؟ احمد اعطيني حبتين وجع راس من عندك. يا احمد. نعم حبيبي. طفي اضوية المحل جوا وسكره، انا سابقك. منير كول الاتصال. نعم سامع ضوجي عندك. شو عم تنزلوا بضاعة بالظاهر؟ ان شاء الله آية الرزق يا حق. الو الو سامعني؟ الو نعم نعم سامعك. السلام عليكم يا حياتي، أبو هشام يتكلم. أهلين أبو هشام. شلونك حبيب عمري؟ شو أخبارك؟ شلون البابا والماما؟ إن شاء الله بخير؟ الحمد لله بخير. أخي عم يقول لي جارنا أبو فهيم بالحارة إنه ما لي مصلحة منهم بإني أحمل الضفدع. ها وليش بقى؟ قال بركي نط من جيبتي. المشكلة انه قد جدي وما بقدر. عم بمزح معك عيوني، عم بمزح معك، بس الحقيقة قالوا لي انه هالجهاز هذا بناتي، يعني للصبايا الحلوين ومو خرجين نوب. فشو عم قول لحالي انا؟ عم قول لحالي اذا بكرة بتشرفني على البستان، لانه عندي بستان انا بالمزة حلو كتير كله بساتين صبارة. ايه بقى اذا بتشرفني على البستان يعني بنقعد سوا وبنتجادل بهالموضوع. ابو هشام شو بك؟ شو بك؟ خلص انت تعال عندي على المحل وإلك مني احلى موبايل هديه وبدون ما تدفع ولا قرش. ولك رو رو الله يطعمك اللي ببالك شو ابن حلال. يعني فعلا انت يعني ما بعرف سيد منير دخلت لقلبي شلون ما بعرف. والله العظيم خجلتني. اصبح وينك منير؟ انا رح اجي لعندك ورح اجيب معي هيك يعني شويه عشاء مشان نتعشى سوا عندك بالمحل. ايه عندي شويه مقدوسات بتنجان حمصي بيتقدموا لملوك، ايه مع اطرميز لبنه دعابيل. ابو هشام ابو هشام انا ما بدي منك شيء، انت تعال وخذ الموبايل بدون ما تجيب شيء، عم استناك بالمحل قبل ما اسكر. يلا بسرعه. يسعد لي هالمسا يا حق. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلونك عينتيني؟ اسمع ابو هشام كيف الاهل؟ شلون الماما والبابا؟ ان شاء الله بخير. اسمع شوي يا ابو هشام، كيف السوق؟ طمني لانه انا قلبي عندك. كيف شبك؟ ولا شبك حبيبي؟ اسمع شوي يا اخي حبيبي. روحي نرفوز الصغير تسلم لي محلاك. هشام ايه هذا الجهاز هدية مني لإلك. إلي؟ هذا أحسن جهاز بالسوق، لا في قبله ولا في بعده. وشو نوعه يا ترى؟ سكودا، كتير عملي وبيناسب كل الأعمار. يعني هذا أحسن من كل اللي قلت لي عليهم أنت؟ أحسن بكتير بكتير. أيوة ألف أيوة. مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيك. استأذن بدي سكر المحل. يلا يلا خلي لي إياك، اتشرفت أنا بزي. ايه روح بدك تسكر المحل، روح حبيبي بقيان أنا هون. هشام هشام طيب سكر المحل. طيب على عيوني راسي. أنا تشرفت بمعرفتك وما بقطعك بالزيارة، والله العظيم ما بقطعك بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. بقبل أسبوع. أهلا وسهلا فيك. أحمد سكر المحل. صباح الخير عينتيني. أبو هشام يتكلم. شلونك روحي؟ شلون البابا والماما؟ مناح كتير. أنت شلونك؟ شو أخبارك؟ شلون أم هشام؟ طمني. منشكر الله منيحة كتير مثل الحديد. كيف الحركة بالسوق؟ إن شاء الله شديت ولا لساتها نايمة؟ والله أنا اللي نايم يا أبو هشام.
أخي أنا ما بدي أطول عليك، وخاصة أنه هلأ الساعة 6 الصبح، وأنا بطبعي ما بحب السرسرة واللعب كتير، هيك طبعي يعني، هيك الله خلقني. شوف حبيبي، بالمختصر هذا الجهاز اللي عطيتني يا أنت إيه منزوق. أيوة والله، بقى شو بدنا نلاقي حل هالقصة؟ كيف يعني منزوح؟ أخي لا عم يبعت رسالة ولا عم تجي له رسالة، حرارة ما في، عم دق لبنتي ما عم يدق، بقى شو القصة؟ يعني معقول تكون شغلته شغلة فيوز محروق؟ طيب أنت تأكدت أنه مركب السيم صح؟ أنا وسيم؟ الخط؟ الخط الخط تبعك الخط؟ إيه أنا ما بعرف أكتب أساساً. قصدي خط الموبايل، انت خط ولا تشريج؟ لك اخي شو هالصرعات اللي عم تطلعوا لنا فيها؟ شو خط وشو تخريج؟ حول ولا قوة الا بالله. عود هلا اعرف بقى شو الخط وشو التخريج، اجتنا قصة تانية يا حبيبي. يعني اشتريت شريحة ولا ما اشتريت؟ مديحة؟ لك شو مديحة؟ شريحة، شريحة ابو هشام. خود بقى، عرف شو قصده بمديحة. لك انت مين عم تاخد تعطي وش الصبح؟ ولك شبك؟ الو؟ ولك وين رحت؟ الو؟ الو؟ معك معك انا ابو هشام معك. عم اقول لحالي بركي بتمشي لي اياه بدون مديحة، لانه اقسم بالله انا درويش وما معي لا حق المديحة. تكرم عينك ابو هشام، انت اعطيني عنوان بيتك وانا جاي احلل لك مشكلة الموبايل من اساسه، شو رأيك؟ ارو رو ربي يوفقك ويعطيك من خزائنه الملانة، سجل عندك. ايه ايه يلا ماشي ماشي الله معك. قلت لوين رايح وش الصبح؟ اهلا سيد منير، ليش نافش شعرك ومعمش عيونك؟ هاي مشان الشريحة، وهاي مشان مديحة، وهاي مشان الكنفة. لك شبك، لك وهاي مشان الطفة. لك ليش دبحتني؟ دبحتني ليش عم تعمل معي؟ والله قالوا لي عنك انك ابن حلال، مو هيك؟